حينما تحين اللحظة. التي يترقبونها. تراهم يتسابقون. لتنفيذ مهامهم بكل تفاني وإخلاص. إنه نداء الوهن. فمصر ملء القلب والعين. رجال القوات المسلحة المصرية يعلنون عن أنفسهم. المناورة قادر 2020 حماية وطن. نفذت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة عددا من الأنشطة التدريبية في إطار فعاليات المناورة قادر 2020، والتي تنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، حيث قامت وحدات المنطقة الشمالية العسكرية برفع درجات الاستعداد والاصطفاف والتفتيش وتحميل المركبات والمدرعات والتحرك إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية في إطار خطة الفتح الاستراتيجي. جدا إعادة تمركز كتيبة صاعقة لتنفيذ مهام قتالية خاصة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي. كذلك نفذت تدريبا مشتركا لتأمين ساحل البحر المتوسط لصد إبرار بحري معاد بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة، مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية. القوات البحرية قامت من مناطق عملياتها بتأمين الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، وتستمر في تأمين المنشآت الحيوية بالبحر وبالمياه الإقليمية والاقتصادية. كما قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة القتالية في المرحلتين الأولى والثانية، شملت تنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. وتم تنفيذ عدد من الرمايات لعدد من التوربيدات والفرقاطات وطائرات الهل المحمولة بحرا، هذا بالإضافة إلى وحدات مكافحة الغواصات. كما قامت القوات البحرية بتعزيز إجراءات الأمن البحري بمسرح عمليات البحر المتوسط والأحمر وتأمين الممرات الملاحية الدولية. قوات الصاعقة قامت بتنفيذ بعض الأنشطة التدريبية، تضمنت اصطفافا وتحميلا لعناصر من الوحدة 3 تسعات قتال بواسطة عدد من الطائرات مختلفة الطرازات.
كما قامت بتنفيذ الإبرار البحري لوحدة صاعقة محملة على عربات هامر بالوسائط البحرية من حاملة المروحيات وتكليفها بمهمة الاستيلاء على رأس شاطئ وتأمينه، وذلك بالتعاون مع القوات البحرية والجوية. المناورة قادر 2020، حماية وطن. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، حماية وطن. بتتابعوا بقالكم يومين أو ثلاثة أيام المناورة 2020، داخلين خلاص على المرحلة النهائية خلال الأيام القادمة. رسائل كتير، ولكن قبل ما أقول لكم الرسائل وقبل ما أتكلم، حضراتكم الأيام الجاية هتشوفوا إن شاء الله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد الأماكن الحيوية لمصر، في جنوب مصر، في منطقة هنشوف كلنا والعالم كله هيشوف، هيكون عندنا مش عندنا أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط على أرض مصر. السيد الرئيس يفتتح هذه القاعدة، هيفتتح مطار مدني، هيكون فيه حاجات في غاية الأهمية والقوة التي تؤكد دائما قوة الدولة المصرية ممثلة في القوات المسلحة. حماية وطن، حماية شعب. كان عندنا في 2017 يوليو 2017 في المنطقة الغربية أو الشمالية تحديدا قاعدة محمد نجيب، كان أيضا في ذلك الوقت هي أكبر قاعدة في الشرق الأوسط. هيكون عندنا خلال أيام أكبر قاعدة اللي هي أكبر من قاعدة محمد نجيب كمان، هتشوفوها وهتفرحوا لبلدكم. تاني بقول هتفرحوا لبلدكم. الرئيس كان في مارس 2019، مارس 2019 طلع بيان من الرئاسة كده السفير بسام راضي أن السيد الرئيس يتفقد من الجو قاعدة قواعد العسكرية، القاعدة دي اللي هيتم افتتاحها. كان لسه بيتفقدها السيد الرئيس في ذلك الوقت تجهيز. مصر عندها قدرة كبيرة جدا، مش عندك قاعدة بس، عندك قواعد عسكرية، عندك النهاردة أحدث تسليح موجود عندك، موجود عند جيشك. اللي موجود في هذه المناورة قادر 2020، لو بتتكلم على المناورة، طب ايه التسليح اللي موجود؟ ايه اللي احنا بنشوفه النهاردة واحنا بنعرض اليوم الثاني اول فيديوهات او تشويقية للي هنشوفه على خلال الايام القادمة. امتى خلال الايام القادمة؟ ان شاء الله. استعدوا للفرحة الكبيرة اللي بلدكم بتعمله إنجاز كبير على أرض مصر. البلد ما بتنامش، وجيشكم عمره ما نام، جيشكم بيشتغل عشان أأمن بلدي. جيشكم النهاردة المناورة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة، كل الاتجاهات الاستراتيجية، جيشك في كل حتة زي ما بقولك اهو قدامك، البحر الأحمر، بحر متوسط، الحدود، شرق غرب، شمال جنوب، في كل حتة جيشك موجود. عندك الرافال موجودة فرنسية، في القطط متعددة المهام موجودة، الأباتشي موجودة، الكاموف الروسية موجودة، سوخوي اللي هو سو 30 موجودة الروسية الحديثة، ميك 29 الروسية الحديثة موجودة، دبابات موجودة، اف 16 بلوك 52 موجودة الأمريكية، عندك فرقاطة فريم مع حاملة المروحيات مسترال موجودة، عندك قدرات على أعلى مستوى، عندك صواريخ، عندك منظومة صواريخ اس، وعندك المضادة للطائرات موجودة، عندك الغواصات الأحدث في ألمانيا 209 موجودة، عندك مقاتلات الجيل الرابع موجودة، عندك الأسلحة الأخطر والأقوى في منطقة الشرق الأوسط تمتلكها، يمتلكها جيشك العظيم، موجودة في هذه المناورة
لو انت عايز تشوف الموضوع، عندك طائرات استطلاع موجودة، عندك كل اللي ممكن حضرتك تتخيله او ما تتخيلوش او ما تعرفوش موجود في هذه المناورة. ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا وزي ما قال كده في الفيديو اللي حضرتك شفتوه، رجال القوات المسلحة بيعلنوا عن انفسهم حماية وطن. حماية الوطن مين؟ جيشك اللي قدام حضرتك. جيشك بقولك في البحر المتوسط، في البحر الاحمر، في اي حتة جيشك موجود. بتكلم عن المنطقة الشمالية النهاردة بيتكلموا عنها مع القوات البحرية، مع القوات الخاصة، التدريبات اللي موجودة، كل اتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية جيشك النهاردة بيغطيها في كل حتة. زي ما بقولك اهو، عندنا النهاردة القوة والقدرة، قوة الجيش مع قدرة مع الامكانيات اللي موجودة النهاردة، لانه الرئيس حط قدامه الاهداف اللي قدام حضرتك، انه رفع قدرات القوات المسلحة، يكون عندك النهاردة بدل القاعدة 2 و3 وغيره، ولسه حاجات تانية جاية. تاني بقولك، لان انا بقول لحضراتكم رحت اماكن 2016 17 17، رحت مرسى مطروح، منطقة كنا اول ناس وقتها، كان سيد محافظ معانا سيد اللواء علاء، قال اول حد يدخل المنطقة دي ويجي هنا، منطقة اسمها جرجوب. انا رحت صورت وقعدت هناك مع العواقل واهالي مطروح، وكان سيادة المحافظ يومها. المنطقة دي ما كانش فيها حد نزلها ولا حد راحها، انا رحتها. النهاردة بتعمل فيها شغل على اعلى مستوى، هتشوفوه برضو الفترة الجاية، هتشوفوه الفترة الجاية. انا بحاول بس اقول لحضرتك، حضرتك تبقى قاعد ومستريح وقاعد ومطمن، وعند حضرتك غرفة العمليات اللي قدامك ديت في قاعدة اللي هو محمد نجيب اللي بيدوروا منها او تم ادارة الشغل اللي قدام حضرتك النهاردة. واحنا بنشوف الفرقة 3 تسعات، خليك على 3 تسعات، هات 3 تسعات يا سيدي، الا 3 تسعات مش دايما يقولك 3 تسعات، انا هوريك 3 تسعات عشان تقف تحيي 3 تسعات وتحيي جيشك العظيم. بس 3 تسعات دول موضوع اخر، موضوع ابهار. عارف الابهار في القوات المسلحه وفي الجيوش الكبيره، الجيوش العظيمه زي جيشك اللي تفتخر بيه، ادي 3 تسعات قدامك اهو، دول بقى اللي هم ايه، الابرار بقى وبتاع خلف خطوط العدو، وروح بقى حرر هنا وانزل هنا، وما تلاقيهوش الا ما يروح عامل لك العمليه اياها. هو ده هنا بيعمل لك العمليه اياها. النقل، خلي بالك عمليه النقل اللي قدامك دي، ده موضوع ما بتعملوش اي جيوش، ما بيعملش ده اي جيش، خلي بالك. تدريب ده انت بتنقل زي ما قالك البيان، بتنقل كتيبة ايه 3 تسعات، رايحة فين؟ رايحة المكان اللي رايحاه او اللي هتروحه. المهم مش عايزك تبقى قلقان، انا عايزك تكون عندك ثقة كده، وسعيد زي ما انا سعيد، ومنبهر قوي زي ما انا منبهر قوي، ولسه الايام الجاية، انا بقول لك ولسه الايام الجايه، ده انت يا دوب لسه بتشوف حاجات بسيطه قوي، ده الايام الجايه هتشوفوا اللي ما تشافش قبل كده. انا بقول لك اللي ما تشافش، انا بقول لحضراتكم هتشوفوا اللي ما تشافش قبل كده، والعالم هيشوف حدوته تانية خالص. جيشنا موضوع تاني، تدريباتنا وشغلنا موضوع تاني، تسليحنا موضوع تاني وتالت ورابع. قول زي ما انت عايز، ادي 3 تسعات، بسم الله ما شاء الله، 3 تسعات بتتحرك. دول بيقول لك عليهم ايه، وحوش، اسود، ايه، اي حاجه ممكن تقولها عليهم، اطلق عليهم كيفما شئت. هم دول اللي بيشتغلوا، ودول زي ما بنقول كده في حضرتك شايف الحكايه لما يبقى معانا بعد شويه اللي هو هشام الحلبي يقدر يشرح لنا الحكايه بالظبط. وبكره ان شاء الله يكون معانا سياده اللواء ايضا سمير فرج على الهواء عشان نشرح مع بعض كمان، لانه بقول لكم احنا داخلين على عمل ضخم، مش لسه بنعمل، عملنا وخلصنا، عملنا اللي بقول لحضرتك عليه وخلصنا، اكبر قاعده في منطقه الشرق الاوسط بتاعه مصر، ولاد مصر ورجاله مصر هم اللي عملوها. وايه، انت بتحمي كل حته في البلد، عندي اسطول تم تدشينه في يناير 2017 وكنا مع سيادة الرئيس في يناير، اللي هو الاسطول الجنوبي، ايضا لحماية ايضا
باب المندب، وحماية أيضا المضايق المهمة، ما احنا والممرات الملاحية الدولية. وأنا النهاردة مستني لما حد يفكر يقول لك مصر. فكر فكر مين؟ وأنا عندي ده، عندي أدي البحرية ووحوش البحر كمان. البحرية عندك تسيح، اللي عند اللي عندنا في مصر بسم الله ما شاء الله، لو انت بتتكلم على ادي غواصات، وعندك كاسحات الالغام، وعندك الصواريخ متعدده، وعندك يعني مش عايز اقول حاجات عسكريه كتير لما يكون المتخصص، ولكن انا اتكلم على مسترال قدام حضرتك اهي، اللي هي حامله المروحيات. الحامله دي بتاخد 700 جندي بطل مقاتل محترمين مع 16 مروحيه هليكوبتر، سواء اباتشي او كاموف او غيره، بتاخد 50 عربيه مدرعه في المروح في حامله المروحيات اللي قدامك، بتاخد 40 دبابه بتشيلهم في داخلها مستشفى. دخلناها بالمناسبه في فرنسا يوم ما استلمنا المروحيه ديت، كنت انا واحد من الناس الحمد لله، يعني كل التسليح الحديث كنا في اول بنشارك، احنا كقناه صدى البلد بنبقى موجودين بنشوف كل ده. ودخلنا حاملة المروحيات اللي قدام حضراتكم، ودخلنا وإيه، بلد بقى حاجة بسم الله ما شاء الله يعني كتير بقى، وبقى الغواصات وغيره وغيره وغيره، والفريم وكله بقول لحضراتكم تقريبا كل التسيع ما عدا الرافال، عشان ما ينفعش الرافال يعني، أو السو 30. ولكن منتظرين بقى تشوف ده بقى إيه على الطبيعة، تشوف البلد ماذا تفعل الدولة المصرية. مصر النهاردة بتقدم ايه للعالم؟ بقول لك نمتلك احدث انواع التسليح موجودة لدى جيشنا العظيم. وانا زي ما بقول لحضرتك، حضرتك تكون قاعد وعندك اطمئنان تام، تاني بقول لك اطمئنان تام حضرتك، بس مطلوب منك حاجتين. الحاجة الاولى مساندة هؤلاء الابطال في كل مكان مع ابطال الشرطه ايضا، وبالمناسبه احنا بنحتفل كمان من بكره، هنتكلم على الشرطه وعلى 25 يناير عيد الشرطه، نحتفل يوم 25 ان شاء الله بعيد الشرطه، هو العيد الوحيد اللي عندنا، ما عندناش اعياد غير عيد الشرطه ان شاء الله يوم 25 كل سنه، وحضراتكم طيبين وكل رجال الشرطه في كل مكان بالف خير يا رب. فمن بكره هنحتفل، نبدا نحتفل من بكره، جهزوا نفسكم عيد الشرطه 25 يناير. في اعياد تانية لا، هو 25 يناير عيد الشرطة المصرية المجيد، لما قام رجال الشرطة في معركة اسماعيلية الابطال بيدافعوا عن اماكنهم امام المحتل الانجليزي، والنهاردة رجال الشرطة مع الجيش بيدافعوا عن المحتل الارهابي الاخواني. فاحنا حررنا بلدنا من المحتل الاخواني، وحررناها قبل كده من المحتل الانجليزي اللي هو صنع المحتل الاخواني. فبنحتفل ان شاء الله من بكره باذن الله على مدى الايام الجايه، كل يوم يبقى عندنا شرطه 25 يناير، شرطه احتفالات اهلا واعياد بقى واغاني وحاجات جامده جدا. سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا، مساء الخير فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، اهلا بيكم. المناوره قادر 2020. ده السؤال، المناورة قادر 2020 بس. سؤال مهم يا فندم. اتفضل. خليني الأول أقول لحضرتك إن وجود قوات مسلحة محترفة، كلمة محترفة يعني تسليحها حديث ومدربة عليه تدريب عالي وراقي، هو الضمانة الأكيدة لبقاء الدولة والمحافظة على مشروعات التنمية وحمايتها. ده المهم قوي ان احنا نقوله في البدايه. وعلشان اوصل للنقطتين دول، في تدريب عالي على الاسلحه الحديثه، وده نتاجه اللي احنا بنشوفه المناوره قادر 2020. معنا مناور على 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 كل الاتجاهات الاستراتيجيه الاربعه، يعني سبقها تدريب عالي جدا في مستويات مختلفه على في الاسلحه، سواء بريه بحريه دفاع جوي، كل القوات، لأن مش ممكن حد يوصل لهذا المستوى العالي من المناورات دون تدريب متعدد ومحترف أزمنة طويلة خلال العام التدريب. فدي نقطة مهمة قوي، يعني ماش الموضوع موضوع فجائي. النقطة الثانية، المناورة أهم ما بيميزها إن فيها عمليات فتح استراتيجي.
والفتح الاستراتيجي ده انا وقفت قدام الجمله دي لما اتقالت في البيان النهارده، بتاعنا ايه؟ الفتح الاستراتيجي، القوات بتبقى موجوده في اماكن تمركزها، وانا عايز انقل هذه القوات الى اماكن اخرى علشان تقدر تقوم بمهام قتاليه. الاماكن الاخرى دي طبقا للعدائيات اللي جايه من حيث حجمها، اتجاهاتها، مكانها فين. النقل ده في منتهى الاهميه، لانه بينقل القوات بتسليحها، بذخائرها، بكل الامكانيات الاعاشه ايضا اليوميه، زي ما احنا بنشوف كده. بالظبط كده. النقل ده يا فندم في منتهى الاهميه، لان لو ما اتنقلش بصوره كامله وصحيحه وايضا في الازمنه المخططه، القوات دي مش هتوصل في شكلها القتالي اللي هي تقوم تنفذ فيه المهم. ودي من اخطر العمليات واهمها، لان هي القوات يجب ايضا انها تؤمن اثناء عمليه الفتح الاستراتيجي والنقل، اللي هي الثلاث ساعات زي ما احنا قلنا. الثلاث ساعات دي جزء بالزبط. منها طبعا الثلاث ساعات دي جزء من القوات اللي اتنقل، وايضا كمان في قوه كتيبه كامله من الصاعقه اتنقلت كمان. يعني ده مثال لما تم نقله واتعمل بيه فتح استراتيجي. فالنقطه بتاعت الفتح الاستراتيجي بيسبقها نقطه ثانيه مهمه، اللي هي فتح اللي هو هشام زي ما احنا بنشوف كده. ده عمليه النقل حضرتك بتتكلم عليها، دي عمليه بالظبط، دي عمليه نقل. تبعها عمليه رفع درجات الاستعداد على فكره. يعني رفع درجه الاستعداد عشان اتحول من الحاله العاديه الى الحاله اللي انا هشتغل عليها في العمليات طبقا للمخطط. وسبقها ايضا اصطفاف وتفتيش، وده مهم عشان اتاكد ان كل ما هو معايا موجود من ذخائر وخلافه. ليها بقى عمليات الفتح الاستراتيجي. وده عمليات نقل. على فكره النقل ده بقى ساعات بيتم بواسطه عربيات، بواسطه سكه حديد، او واسطه طائرات ثلاثه، او ممتزجه مع بعض. يمكن وحده كبيره تتنقل بالثلاثه، او وحده تتنقل بحاجه. شفنا النهارده في البيان انه في نقل بالسكه الحديد، واول مره نشوف نقل بالسكه الحديد بصراحه. بالظبط. وشفنا نقل بالعربيات كمان، وشفنا بالطائرات. بالظبط كده. يعني استخدمت كل الامور الخاصه بعمليات النقل، كل وسائل النقل. وعلى سبيل المثال هتلاقي مثلا الطياره لما بيخش فيها عربيه بالجنود، وده دليل احتراف عالي جدا ان كل السواق الجندي يقود السياره ويخش بيها، وهي فيها الجنود والسلاح والذخيره، وجوه الطياره جوه القطعه البحريه، وينزل منها تاني. مش بتكلم على عربيه او اثنين او دبابه، ده بتكلم على حجم كبير جدا من القوات المسلحه. فالنقطه دي نقطه الحقيقه اي عين عندها قدر ولو بسيط من الخبره العسكريه يفهم كويس قوي، ان عمليات النقل الاستراتيجي تمت الحقيقه باحتراف شديد جدا، واهم ما فيها انها على كامل ارض الدوله وكل الاتجاهات الاستراتيجيه. ادي عمليه النقل يا فندم، ما هو السكه الحديد بالضبط والنقل كده. بالضبط كده. اتفضل يا فندم. والنقطه الثانيه في الفتح الاستراتيجي، ان حجم القوات اللي اتنقل حجم كبير مش قليل. وعلى سبيل المثال زي ما حضرتك اتفضلت قلت في كتيبه صعقه بالكامل من اتنقلت. ايضا عناصر من الوحده ثلاث تسعات، من اهم الوحدات، والوحده يعني من القوات الخاصه. ممكن تكلمنا عن الثلاث تسعات لو امكن؟ وحده من الوحدات الخاصه، لان احنا دايما نعرف الاسم، نعرف ثلاث سبعات يعني وثلاث تسعات، لكن ايه هم ايه؟ عايز حضرتك تشرح لنا كلنا. وحدات قتاليه ذات تشكيل خاص بتستخدم في المهام الحقيقه الصعبه، قد يكون داخل وخارج الحدود. تدريبهم عالي جدا ومحترف، وايضا تسليحهم يقدروا يقوموا بمهام في البحر، في على الارض، ممكن ابرارهم ايضا من الجو، ده اللي حصل، وابرارهم ايضا من البحر. يعني هو جندي الحقيقه متعدد المهام، سواء من البر في البر او البحر، وايضا داخل وخارج الحدود. شفنا وهم بعمليه ابرار على السفن، على غواصات، على السفن في الميه، مش كده؟ بالظبط. بالظبط كده. وده اللي تم النهارده، يعني ان في تم ابرار من البحر الى البر لتامين شاطئ، وتم ايضا صد ابرار معادي جاي من البحر على الشاطئ. يعني الاثنين دول تموا الحقيقه النهارده من ضمن الانشطه. من ابرز الانشطه المهمه جدا في هذه المناوره ان التدريب بالذخيره الحيه.
ودي نقطة الحقيقة يا فندم، يعني الذخيرة مش بس هو إطلاق المناورة ذخيرة. كلها بالذخيرة الحية مش كده؟ اغلب الأنشطة بالذخيرة الحية. اتفضل يا فندم. فالذخيرة ده أهميته إيه يا فندم؟ أهميته مش بس إن هو بيمثل واقعية تماما لما سيتم فيه العمليات، لكن الذخيرة دي ليها نقط تخزين، نقلها بيتم بأسلوب معين لأنها في ذخائر منها عالية العيار يعني. ايضا فك التامين بتاع الذخيره ده تدريب مهم جدا، عمليه الاطلاق وحسابات عمليات الاطلاق، ما هوش اطلاق بس، لا في حسابات كتيره جدا بتتم قبل الاطلاق عشان طبقا لدرجات الحراره والهدف ومتحرك ولا ثابت وفي انهي ارض والارض طبيعتها ايه، حسابات كتيره جدا بتتم، مش مساله يعني انا عايز اخرج ان هو مش مسألة صاروخ بيطلع أو طلقة بتطلع، في كم كبير جدا من الحسابات للجو والأرض وللهدف وخلافه. أيوة. بتسبق عملية الإطلاق. ودي الحقيقة يعني مهم جدا التدريب عليها، وده احنا شايفينه في كل الأسلحة بالكامل حتى بما فيها القوات البحرية، القوات الجوية، القوات البرية. كلمني يا فندم عن القوات الجوية يا فندم، على الطائرات اللي احنا بنشوفها قدامنا يا فندم مقاتلات. الطائرات اللي اشتركت الحقيقة احنا شفناها في الفيلم طبعا، دي الاف 16 اللي في الفيلم، دي الطائرة دي الهليكوبتر النقل الثقيل اللي هي ليها مروحتين. الطائرة اللي قدام حاجة دي الاس اتش 2 جي، دي طيارة بتشتغل من على السفن ومضادة للغواصات. في الرافال اللي اشتركت، طيارة من الطائرات الجيل الرابع المتقدم، ودي طيارة أو ما هيش متعددة المهام، هي أعلى من اللي هي مالتي رول، اللي هي طائرة مهام بتقوم بعدة مهام في وقت واحد، لأنها بتحمل عدد كبير جدا من التسليح المتنوع، إضافة للأجهزة سواء الأجهزة الإلكترونية للملاحة أو للدفاع الجوي أو للتشويش الحرب الإلكترونية. المناور الحقيقة يعني الواحد يعني انا بتكلم على الرافال، بتكلم على في الميج والاف 16 في الكاموف اللي كانت ظهرت كاموف ثواني. أيوة. دي الكاموف 52 اللي هي أهي. برضو من الطائرات من الهليكوبتر الهجومي اللي الحقيقه امكانياتها عاليه جدا، من احسن الطائرات في العالم الهليكوبتر الهجومي، لان بتشيل حوالي 2000 كيلو جرام، في 6 نقط تعليق للذخيره، ذخيره متنوعه فيها رادار، فيها أجهزة ملاحية متقدمة جدا، القتال الليلي، إضافة طبعا للأباتشي اللي قبل كده، طائرات الإنذار المبكر زي الإي تو سي. المنظومة متكاملة، هي في جملة واحدة هي معركة أسلحة مشتركة. فيجب أن يكون التدريب تدريب أيضا مشترك. العدائيات ممكن تيجي من اتجاهات مختلفة، فإذا أيضا التدريب يجب أن يكون على كامل أرض الدولة في كل الاتجاهات الاستراتيجية، وده امر ان انا هشتغل على كذا اتجاه او اقدر اصد عدائيات من كذا اتجاه، على سبيل المثال من البحر الابيض، من البحر الاحمر في نفس الوقت، من الغرب، من الجنوب، من الشرق في نفس الوقت، قادر اشتغل على الاتجاهات الاستراتيجيه في نفس الوقت. ودي مهمه جدا، ودي اهم ما يميز هذه المناوره، قادر اصد العدائيات على كل الاتجاهات في وقت واحد، وحضرتك حط تحت وقت واحد دي يعني خطوط كثيره جدا. بالذخيره الحيه طبعا انا باكد على النقطه ديت. في نفس الوقت ده القوات البحريه بتستمر في تامين المنشات الحيويه سواء في البحر الابيض او الاحمر او في المياه الاقليميه او الاقتصاديه. وبرضه يا فندم حط تحت الاقتصاديه دي ايه، خطوط كتيره لانها المياه الاقتصاديه، لان مسافات كبيره تمتلك القوات المسلحه بالظبط كده. تمتلك القوات المسلحه المصريه القدره على العمل خارج الحدود لمسافات كبيره والازمنه طويله، يعني قادر المسافه مش بس هي اللي تبقى كبيره، لكن قادر اقعد في البحر فترات طويله جدا لاستمرار عمليات التامين للمنشات الاقتصاديه عاليه القيمه وخطوط الملاحه البحريه طبعا، واي عمليات اخرى يطلب من القوات المسلحه المصريه. انا والله يمكن بتقفز كلمه الرئيس السادات الزعيم العظيم رحمة الله عليه على السطح، أن مصر لها درع وسيف، وأنا بقول يعني درع شديد الصلابة وسيف شديد الاحتراف، ويعني ذراع طولة تستطيع أنها تؤمن الدولة وتؤمن منشأتها الاقتصادية. النقطة المهمة في الموضوع أن المناورة دي مش موجهة لحد،
احنا مش دولة معتدية، لكن هي رسالة ردع للتسول لنفسه ان هو يعني يحاول يفكر يعتدي على اي حاجة مصرية سواء داخل الحدود او خارج الحدود، ورسالة اطمئنان مهمة وعملية لكل المصريين. المواطن اطمئن، روح شغلك وانت مطمن، الطالب اللي بيذاكر شوف مذاكرتك، السيدة الفاضلة المصرية الأصيلة اللي شايلة أسرتها وبيتها اطمني، شوف شغلك، شوف حياتك اليومية باحتراف وبجد، واطمن ان عندك درع وسيف. طيب اشتراك الأفرع الرئيسية كلها ده بيعني ايه ايضا في مثل هذه المناورة؟ لان ده ما شفناهوش كتير، يعني احنا بنشوف النهاردة هذا الكلام، كل أفرع القوات المسلحة مشاركة في هذه المناورة. كل الأفرع طبعا، القوات البرية، البحرية، الجوية، الدفاع الجوي، ايضا القوات الخاصة، الفاقة والمظلات، وعلى فكرة تخصصات مشتركة زي الحرب الإلكترونية، الحرب الكيميائية وخلافه. معنى كده ان القوات دي اتدربت مع بعض تدريبات عالية جدا سابقة لهذا الموضوع. كويس. لأنها معركة أسلحة مشتركة. فهذا الاشتراك بيبين ان في مراكز عمليات ايضا بتدير هذا الكلام، مراكز عمليات فيها تخطيط وتنفيذ عالي جدا مشترك. ومن دليل احتراف اي قوات مسلحة القدرة على القيام بعمليات مشتركة على ارض الدولة في اتجاهات متعددة في وقت واحد. فدي نقطة مهمة جدا، لان العمليات في مجملها في العالم كله لاي قوات مسلحة محترفة عمليات مشتركة. دليل ان التأهيل تأهيل عالي جدا، لان في التخطيط ده لازم الضباط والكادات على المستويات المختلفة تكون مؤهلة تأهيل عالي جدا. الكلام ده ما بيقفز كده على السطح ونشوف. الكلام ده وراء تخطيط عالي جدا، وراء التخطيط تأهيل عالي جدا محترف بيفرز في النهاية عمليات مشتركة على كامل أرض الدولة في كل الاتجاهات الاستراتيجية على مسافات كبيرة لأزمنة طويلة. شوف عدد أيام المناورة كبير، مش يوم أو يومين، لا ده العدد الأيام كبير، وده أيضا يعني فيها رسائل كتيرة جدا، وفيها يعني الحقيقة احتراف عسكري والله مش بجامل يا فندم، مش موجود عند دول كتيرة. طيب لو احنا النهاردة بنتكلم على حضرتك لسه من شوية بتكلم على غرفة عمليات، واحنا هنتابع مع سيادتك دلوقتي غرفة عمليات لما البيان اتكلم على قاعدة محمد نجيب، ونشوف ممكن تشرح لنا يا فندم اللي بيتم في غرفة العمليات اللي قدامنا. غرفة العمليات دي الحقيقة بيبقى فيها كل التخصصات من الأسلحة المختلفة. أيوة. كل تخصص عنده وسائل اتصال سواء إذا كان قوات جوية معاه بالطائرات أو بغرف العمليات الأقل مستوى والأعلى مستوى، وأيضا معاه قدامه شاشات وموقف كامل. أيوة. لمنطقة العمليات. هذا الموقف بيتابع منه إن التخطيط اللي تم بيتنفذ فعلا على أرض الواقع، وإذا كان في أي مواقف جديدة هيتعامل معها إزاي، وبيجمع أيضا كل البيانات والبلاغات اللي تجيله من منطقة العمليات. أيوة. علشان يشوف هل المخطط تم تنفيذه ولا في أي حاجات جديدة أو مواقف طارئة. بتدار منه عمليات العمليات على اختلاف أنواعها وتخصصاتها. في عدد من مراكز العمليات سواء بتبقى تخصصية لسلاح معين أو مشترك، احنا شايفينه ده يعني في عملية الجوي مشترك والدفاع الجوي بالضبط كده، مركز عمليات مشترك. نعم. وده الحقيقة برضو بيبقى مهم جدا، لأن تقلل البيانات، ويعني معنى كده أن في احتراف ايضا في موضوع البيانات وانتقالها وايضا معالجتها وظهورها على الشاشات. الكلام ده ما بيتمش كده فجأة، لكن وراه تجهيز عالي جدا من نظم المعلومات، وايضا من التأهيل العالي جدا للناس القاعدة والقادة القاعدة في مركز العمليات. التأهيل العالي جدا سواء داخل مصر او خارج مصر. في منظومات كتيرة جدا وتجهيز عالي جدا وراء هذا الموضوع. يمكن احنا بنشوف حاجة كده على الشاشة قدامنا، لا ما وراءه الكثير يعني. عندك الفن مثلا على سبيل المثال القطعة البحرية اللي بيطلع منها على البر، القطعة سواء دبابة او مدرعات او دبابات
شوف القطعة البحرية نفسها داخلة ازاي، بحيث حتى المركبة ما نزلتش سنتي في المايه. دخوله، ترتيبه جوه القطعة البحرية، نزوله مرة أخرى، دخول الجنود، خروجها، تسليحها، المنظومة دي. دي الكاموف على فكرة من أحسن طائرات الهجومية، تشغل على فكرة من على حاملية المروحيات المسترال، وايضا شغل على البر، شغل على الاثنين. الصاروخ ده الضرب ده مضاد للسفن، وفي برضه مضاد للغواصات. الذخيره الحيه يمكن واضحه في كل انشطه التدريب قدامنا، يعني هتلاقي فن المنظومه الحقيقه يعني تشرف اي مصري واي عربي والله. احنا لما السيد الرئيس لما حط قدامه هدف رفع قدرات القوات المسلحة من 2014، هل ده كان الهدف أيضا إن أنا ببعد عن أي تقلبات سياسية عشان ما حدش يتحكم في مصيري وفي مصير جيشي، وإنه يعني بلاش قطعة الغيار دي تعملوا كذا، فحد يعني هل ده كان جزء من إن احنا النهاردة عندنا سلاح شرق وغرب ومن كل مكان؟ في الحقيقة حضرتك لمست نقطة في منتهى الأهمية. سياسة التسليح المصرية بتعتمد على نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى التحديث المستمر لمنظومات التسليح. لازم عندي منظومات محدثة، لأن أنا في منطقة يعني ساخنة من العالم. النقطة الثانية المهمة جدا التنويع في مصادر السلاح، لأن التنويع ده عارف ده يمكن فن من القمح، تلعب يتم التحكم فيها بالدول. فما بال حضرتك السلاح، صح. وما بقولش السلاح بس كسلاح بيجي، السلاح هو منظومة التأمين الفني بتاعته. يعني المعنى الأشمل منظومة التأمين الفني، لأن التأمين الفني معناها قطعة غيار، معناها مواد بتستخدم، معناها أيضا إمداد بوثائق هيتم بناء عليها أعمال الصيانة وخلافه. فهي منظومة كبيرة جدا اسمها منظومة التأمين الفني، ودي بتقعد سنين طويلة جدا طول ما السلاح شغال. المنظومات دي ممكن يتهد بيها قوات مسلحة لدول، وحصل قبل كده مع إيران من الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي لما أنا بنوع مصادر السلاح، أنا ما بحطش أبدا الدولة تحت ضغط، المصرية تحت ضغط من دول أخرى. إيه مشكلة التنويع بقى؟ مش أي دولة بتقدر تعمله، لان في شق سياسي. احنا شفنا دول في المنطقه حبت تنوع سلاحها، راحت امريكا قفل عليها الاف 35 ومنعت عنها وطردت الطيارين، اللي هي تركيا يعني. بالظبط. اي فندم. دخل في مشكله ثانيه مع دول. يبقى التنويع ده هو كلمه سهله وبسيطه، لكن وراها جهد سياسي عالي جدا من القياده، وراها جهد سياسي مهم عسكري. النقطه دي طبعا مش اي دوله. طب انا جبت، وبعدين لما بنوع السلاح وبجيب سلاح حديث، مفيش دوله في المنطقه بتعترض. معنى كده ان احنا دوله محترمه. في دوله تجيب سلاح تلاقي الدول الثانيه تبتدي تحط ضغوط عليها. مين ممكن يعترض؟ يعني مين يعترض ان انا بسلح جيشي؟ مين اللي يقول لا؟ ممكن وارد ده مش مصر. وارد؟ لا مش مصر. مصر عارفين ان القياده المصريه قياده حكيمه ومحترمه، ودايما هتستخدم السلاح علشان تصون الدولة وتصون أهدافنا الاقتصادية وتصون، ومش هنعتدي. فبالتالي ما حدش يعترض. يعني احنا ما شفناش دولة دلوقتي اعترض على السلاح اللي جاي. نعم. انا بقول النقطة دي دليل ان احنا دولة محترمة. فترة من الفترات يا سيادة اللواء هشام، معلش افكر حضرتك واكيد حضرتك عارف والسادة المشاهدين، الغواصة 209 الألمانية لما كنا هنجيبها اعتقد 2005 او 6، اسرائيل كانت معترضة في ذلك الوقت. حاليا ما حدش اعترض. لا بقول في ذلك الوقت اعترض. في ذلك الوقت انا ما حضرتش. مش كده؟ وتعطل تسليمها، وان احنا نستلمها في ذلك الوقت، وجبناها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فاذا حضرتك بتقول انه ما حدش بيعترض على اي حاجه بنجيبها النهارده من السلاح. لا ما حدش بيعترض، وده دليل ان هو عارف ان القرار في مصر قرار محترم. يمكن في كلمة والله أنا بستعيرها، كان قال السيد الرئيس احنا بنتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. فالنقطة دي هو مسمعها كويس قوي عند الدول اللي بنشتري منها سلاح، وعند الدول اللي موجودة سواء الإقليمية في الإقليم معانا وأي دول أخرى، عارفين كويس قوي إن أنا وهدف المناورة كان واضح جدا، أنا هدفه تدريبي بحت ليس موجه ضد أحد. شايف كمان وإحنا المناورة والقوات اللي موجودة على الارض، بشوف كمان السماء بيحميها ايضا نسور الجو. ممكن تكلمنا يا فندم عن لما انا بتكلم على
عندي الرافال من فرنسا، عندي اف 16 من امريكا، عندي سو من روسيا، عندي ده التنوع. لا وانا بمتلك، معلش انا اسف، انا احنا الناس مش متخصصين زي حضرتك، حضرتك طيار مقاتل، معنى امتلاكك قوة ضربة زي ما بنقولها كده من هذا الانواع من الطيران المقاتل، ده بيعني ايه؟ اي جيش يعني لديه هذه القدرة؟ يعني رقم واحد ان ما حدش هيقدر يسيطر عليا بقطعة غيار او بمنظومة تأمين فني علشان انا عندي طراز واحد او من او سلاح من اتجاه واحد. فانا قادر اشتغل في عمليات رغم اي ضغوط هتحصل عليا، ودي تسوى كتير في القرار. النقطة التانية ان المنظومات دي منظومات مختلفة عن بعضها، صيانة هنا غير هنا، الورشة اللي بتتعمل فيها الصيانة هنا غير هنا، الاجهزة اللي موجودة مختلفة، فكون ان يبقى أنا عندي القدرات البشرية اللي تقدر تتعامل مع منظومات متعددة من الشرق والغرب ومن اتجاهات كتيرة من اوروبا. سيادة اللواء هشام خليك معايا لانه لسه بنتكلم على المانيا، وهناك بيان من الرئاسة الان تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من المستشارة انجيلا ميركل. صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، حيث اطلعت المستشارة ميركل السيد الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية. وفي هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية وتداعياتها على ليبيا والمنطقة، وقد تم التوافق بين السيد الرئيس المستشار ميركل في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كافة الجوانب أو كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي. إذن اتصال المستشارة ميركل اتصل بها السيد الرئيس لإطلاعه على التطورات الأخيرة وللوصول إلى بلورة مسار سياسي في يتعلق بتسوية القضية في ليبيا. وطبعا واضح ان هناك تنسيق كبير ما بين مصر والمانيا، مصر والشركاء الدوليين، ومصر ايضا دوله فاعله ولها قرار بالنسبه فيما يتعلق بالموقف في ليبيا والتسويه السياسيه في ليبيا. وهذا الاتصال من المستشاره الى السيد الرئيس، كان المستشاره امبارح مع الرئيس بوتين، ايضا كان جزء كبير من المؤتمر الصحفي والمباحثات تتعلق بهذا الامر. اتصالات كثيرة المستشارة ميركل انها موجهة دعوة تعقد مؤتمر للشركاء الليبيين او بين الفرقاء الليبيين، هي الفرقاء الليبيين، خلال هذا الشهر في برلين، وايضا بتوجه دعوات للقادة لحضور هذا المؤتمر. تفضل يا فندم، معلش انا اسف قطعت حضرتك، ولكن كان بيان مهم ده في نفس السياق. في نفس السياق مصر على فكرة المجال السياسي والمجال العسكري والأمني هم واجهين لعملة واحدة، حركوا مع بعض باستمرار، ويمكن حضرتك التنويه ده كان بيبين برضو أهمية مصر وأنها عنصر فاعل كل الدول بتلجأ لها خاصة في الملف الليبي. طبعا احنا بنتكلم على منظومات الصيانة، وموضوع التنويع ده مش بس قطعة غيار بتيجي، لكن الصيانة نفسها، الاستخدام نفسه. فالمقاتل المصري اللي قادر ان هو يعني يستخدم الرافال وبعدين طائرة امريكية الـ16 وطائرات متعددة، الفنيين المهندسين اللي بيقدروا يتعاملوا مع منظومات متعددة من منظومات القطع الغيار والصيانة، فبرضو ده فنان مؤشر عالي جدا تعي اي عين عسكرية عندها ولو قدر بسيط من الخبرة ان احنا عندنا قوات مسلحة محترفة لها ثقة عالية جدا بتشكل قوة ردع واضحة وحقيقية. ردع مش كلام، ردع عملي. نقدر نصف هذه المناورة هي الأكبر مثلا من سنوات طويلة مثلا؟ لو الحقيقة يعني احنا ما شفناش مناورة يعني كان من بعد 30/6 ما كانش فيه مناورة بهذا الحجم.
والنقطة المهمة إن التسليح الجديد اللي جه على اختلاف بقى أشكاله وأنواعه وتخصصاته، سواء برية بحرية جوية دفاع جوي وجميع التخصصات التانية، مشترك بالكامل في المناورة. والتسليح على فكرة أي دولة وقوات مسلحة، التسليح بيجي بياخد وقت في التدريب، خاصة مع منظومات التسليح الجديدة في تكنولوجيا معقدة جدا، فبياخد وقت طويل علشان يخش خطة العمليات ويخش مع التدريبات المشتركة اللي بالحجم ده. فكون ان هو داخلين بالكامل شايفين المسترال والرافال والقطع على اختلاف انواعها واشكالها والغواصات والدفاع الجوي، كل ده داخل كتسليح حديث داخل بيشتغل مع بعضه، دي نقطة تساوي كتير جدا في العلم العسكري. دكتور لواء دكتور طيار هشام الحلبي، بشكرك شكرا جزيلا. الابطال جيشنا العظيم، حماية وطن، وطن حماية الشعب المصري وبلدنا العظيمة من خلال قواتنا المسلحة الباسلة. بقول لحضراتكم الأيام القادمة إن شاء الله هتشهدوا حاجة كبيرة جدا، حاجة افتتاح كبير زي ما بنقول كده، افتتاح مهيب خلال الأيام القادمة إن شاء الله. مصر بتعمل، شوفوا كل حتة تعمل هنا وتعمل هنا، مش سايب حاجة، الحمد لله بفضل الله. حواليك شرق وغرب وجنوب وشوارع بقى مليانة ناس وحاجات كتيرة، ومصر الحمد لله الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة يا رب. 25 يناير بإذن الله تعالى نحتفل بعيد الشرطة، عيد مجيد لرجال الشرطة البواسل، بنحييهم بنقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين من بدري أهو، يعني بنتكلم اعتبارا من النهاردة أهو لحد ما نوصل يوم 25، كل سنة وحضراتكم طيبين. لأنه زي ما بقول لحضراتكم كان في هذا اليوم إسقاط الدولة المصرية، لما قالوا آدي 68 عاما على عيد الشرطة رجال الشرطة البواسل كل سنة وحضراتكم طيبين، ده الـ 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 الشعار باحتفال هذا العام، احتفال هذا العام 68 عاما على عيد الشرطة المجيد 25 يناير عام 52. مين اللي نعم وجهه وقومه المستعمر، والنهاردة احنا قومنا المستعمر كمان اعتبارا من بعد محاولة اسقاط الدولة المصرية اعتبارا من 28 يناير. قال لك تعالى نشوف البلد نعمل ايه في البلد، البلد دي مش عارفين نوقعها، يلا بينا اضربوا دمروا ولعوا احرقوا اسقطوا البلد ويلا بينا على الشرطة المصرية. راحوا على الشرطة المصرية وهد وحل جهاز الشرطة، وحل جهاز الشرطة، ما هو كان عنده الشرطة متضايق من الشرطة، كان مشكلتهم الداخلية، ما هو انت لازم الأول تضرب الداخلية وبعد ما توقع الداخلية تروح للقوات المسلحة عشان يحصل اللي موجود حواليك النهاردة، ده كان الموضوع. ما كان طيب ما غيرت، طب غيرت تعمل ايه بقى؟ لا الموضوع مش حكايه تغيير يا جماعه، وما كانش تغيير، كان هد الدوله، هد بمعنى كلمه هد وهدم الدوله، جيبها على الارض. مصر دي اللي واقفه 6-7 آلاف سنه، هاتها على الارض. في ايه؟ مجموعه تاني اللي عملوا كده، ما هو تقدر تقول زي ما بتقول قبل وبعد وتفضل تقول ده طول ما انت على قيد الحياة، ربنا يديك الصحة، تأمروا عليك ما كانش بيعملك عشان خير، لا، جاب لك مين؟ جاب لك عصابة الخونة الإخوان، جابهم عشان بعد ما كانوا نايمين تحت الأرض وبياخدوا مش عارف بإيه، جابهم عشان يتحكم فيك ويقول لك الإخوان، كان الإخوان، الإخوان أنت عارف الإخوان دول لما تولوا سنة، حضرتك أدرى مني وأكتر مني، طيب الإخوان دول اللي عملوه في السنة لم يحدث في تاريخ مصر من ساعة البلد دي ما بقت على وجه الأرض، في سنة اللي دمروه واللي خربوه والخيانة والجاسوسية والتخابر والعمالة لم يحدث في تاريخ البلد، في سنة بس. طب الإخوان لو قاعدين سنة كمان
مش هقول لك سنتين ثلاثة أربعة أو 500 زي ما سيادة الرئيس قال لنا في أحد اللقاءات على الهوى لما قال لك خيرة الشاطر وإيه ده إحنا جايين نقعد 500 سنة. تخيل حضرتك آدي في سنة عمل فيك إيه؟ تخيل حضرتك في سنة وقفك ودمرك وقع كل حاجة في البلد، لا مستثمر موجود ولا مصنع بيشتغل ولا سياحة بتجيلك ولا أنت بتروح شغلك وقاعد في إرهاب طول الوقت قدامك أهو طول الوقت. خونة الإخوان، عصابة الجواسيس عملت فيك كده، وقف حال البلد كل يوم حضرتك واقف أهو، ده اللي كان ناقص البلد، ما كانش ورانا حاجة، لا عايزين نعمل قواعد عسكرية ولا عارفين نجيب تسليح ولا عايزين نعمل، احنا عايزين نأمن بس البلد دي ما تقعش، ما تقعش أمام مجموعة من المرتزقة، التنظيم الإخواني والطابور الخامس 6 إبريل وأعوان 6 إبريل اللي هم أزرع جماعة الإخوان الإرهابية. خونة، خربوا البلد وحرقوا ولعوا الدنيا وعربيات الناس وأملاك وامتلاكات البلد، كل البلد يعملوا تفجيرات وإرهاب، مديرية أمن الدقهلية، مديرية أمن القاهرة، محاولة اغتيال اللي هو محمد إبراهيم وزير الداخلية، ده جرائم الإخوان، دي جرائم، مديرية أمن القاهرة، مديرية أمن، رحنا وشفنا وعملنا حلقات، رحنا الدقهلية يومها، جريت على هناك، طلعت من هناك الساعة 12 بالليل، مين؟ إخوان، تنظيمات، بيعملوا اعتصام إرهابي مسلح، خونة. لا يعنيه المواطن، لا يعنيه انه انك تعيش امن، دمر حياة الناس، دمر حياة البلد، خلى البلد في حالة فوضى وعدم استقرار. ده الاخوان، ده اللي عمله في 25 يناير وبعد 25 يناير. يعني في 25 يناير ما جابليش ورد والله. والله ما زرع زرعة في 25 يناير، والله ما جابلي سايح في 25 يناير، والله ما بنى، والله ما عمل طوبة. تاني ما حطش طوبة، جاب لي ده، جاب لي المجرم الخاين اللي قدامك الإخواني، المجرم المسلح القاتل اللي هو طول الوقت بيقتل، اللي قاعد في تركيا واللي قاعد في قطر وحتى اللي منهم خاين قاعد جوه مصر، خاين وسطيك وجنبك وحواليك، ده اللي عمله في 25 يناير 2011. دي جرائم 25 يناير 2011، دي جرائم، أنا بقول بمعنى الكلمة بأعلى صوتي، جرائم 25 يناير. هو انت بتولع ليه في 3-4 آلاف عربية شرطة، عربية مطافي، مش عايز يطفوا الحريق، عايز الحرائق تشتغل في البلد، عايز اعملك ارهاب، عايز اخوفك، عايز اعمل ده، تبقى ده لا، ده الصورة اللي كان العالم بيشتغل عليها، اعلام مجرم خاين اشتغل وقعد يقول لك اه عاملين ثورة مين، هي في حد بيعمل كده في بلده؟ في حد بيعمل كده في بلده؟ يا خونة يا قتلة يا اللي قاعدين في قطر وتركيا، معاكم تميم ومعاكم أردوغان، والخونة اللي كانوا معاهم واقفين معاهم كمان، والنهاردة قال لك طب يا جماعة نعمل ايه؟ هو انت في بتنزل تعمل، عايز تغير فتموت البلد وتدمر البلد وتوقع البلد وتقول لي انا بعمل ايه؟ هي الثورة، التاريخ قال ايه على الثورات؟ الثورة الوحيدة ثورة 30 يونيو 2013، الثورة العظيمة اللي هي ثورة بيضاء ما فيهاش واحد اتخدش، ما فيهاش عربية اتسرقت، ما فيهاش ازاز عربية اتكسر، ما فيهاش حد على صوته ولا شتم حد. جات لنا 25 يناير بالدمار والخراب والحرائق، ده اللي عملتوه في خمسة، ولعته في البلد، وتيجي تقول لي تحتفل بايه؟ انا بحتفل بعيد الشرطة 25 يناير اللي انتوا مش لا، ده الشرطة المصرية رجالة وابطال، ويفضل 25 يناير عيد للشرطة المصرية، شاء من شاء وأبى من أبى، واللي مش عاجبه مش عايز أقول، مش عايز أقول، عنده بحرين أبيض وأحمر، تاني بقول عنده بحرين مش نهر النيل، اللي هيفضل إن شاء الله ميته تجري إن شاء الله طول ما البلد دي موجودة وطول الدهر يجري نهر النيل، محدش يقدر يعطل ابدا نهر النيل، واللي مش عاجبه كمان تاني بقول عنده بحرين، لو انت مش عاجبك انا اهو ارهابي اخواني في المعادي، ارهابي اخواني في المعادي ماسك السلاح يقتل في الناس في شوارع المعادي، وتقول لي ال 25 يناير 25 يناير طلعت لك الاخوان كده،
جابت لك الاخوان يقفوا كده يقتلوا فيك. هو كان بيضرب في مين هنا؟ بيضرب على الناس في المكان ده. اتقتل مواطنين شهداء مصريين من المعادي. ده الاخوان المجرم اللي جاب لك اهو عشان يقتلوا الناس في عند الاتحاديه، عشان يحافظوا بس على خاين جاسوس اسمه محمد مرسي، عشان يحافظوا بس على جماعه ارهابيه خائنه كلهم كلهم عملاء، جميع من ينتمي لهذه العصابه عميل في اي حته حول العالم خاين. ادي اهو جاب عشان يقتلك وقتلوا 10 يومها. جاي هو جاي طبطب عليك ولا جاي عشان يقتلك؟ وتيجي تقول لي تحط ايدك في ايده تبقى زيه بالظبط، تبقى زيه بالظبط. ادي عصابة التنظيم الارهابي اللي موتوا الناس وسحلوا الناس وعذبوا الناس. ده لولا عندنا رجالة في الوقت، وعندنا رجالة موجودين كان وقتها اللي هو محمد زكي اللي هو النهاردة الفريق اول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع، رفض انهم يدخلوا الولاد الشباب مصر دول. ده الراجل ده كان يعني على باب الله، قالوا له اعترف انه بعتينك عشان تعمل. يعترف ايه؟ ده راجل غلبان على باب الله. قال له دخلوهم جوه القصر عشان نقول انهم اقتحموا القصر فاحنا ضربناهم عشان كده. قال لهم ابدا ابدا، وادلى بشهاده مهمه قدام المحكمه. كان وقتها كمان له احمد جمال الدين كان وزير الداخليه، ابدا حدش يدخل القصر. وحمى اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري القصر ومنع انه الاخوان الارهابيين ايه احمد عبد العاطي باسعد الشيخه بقى كله يا لا 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 مال الحرس الجمهوري حدش يدخل القصر، القصر ما حدش يفتحه. ورفض يتفتح القصر الجمهوري وابوابه عشان العصابه الارهابيه تدخل المواطنين المسالمين جوه القصر عشان يقول لك احنا عملنا فيهم كده عشان اقتحموا القصر الجمهوري، عشان رايحين يضربوا مين ويقتلوا مين؟ ده ناس جايين من بيوتهم. وانا كنت موجود بالمناسبه قبل ما يجوا الميليشيا الاخوان الارهابيه، قبل ما يجوا هنا والله مشيت قبلها بنص ساعه، كل الناس مسالمه كلها، ناس نزق بس بتهتف ضد الجواسيس وحكم بتاعهم. هذا اللي عمله الاخوان فينا، ده اللي عملوه في مصر، اللي عملوه في مصر واللي لسه بيعملوه في مصر، واللي عايزين كمان يقول لك قصوا مين؟ انت مين يا انت مين هو؟ انت مين انت مين؟ انت ليك علاقه بمصر؟ ليكش علاقه بمصر. انت قاعد في تركيا خليك في تركيا يا سيدي. اشبع باردوغان. هو اردوغان بيعمل ايه النهارده ناحيتي؟ ادي اهو شايف اهو في ميدان النهضه، ميدان الشهيد سطع النعماني الان. ميدان الشهيد سطع النعماني اهو. كانوا اهو بيضربوا فين؟ بالالي، بيضرب بالالي المواطنين. جامعه الدول العربيه، ميدان الشهيد سطع النعماني في النهضه سابقا، وجامعه الدول العربيه يقتل في الناس بالالي. وفوق كوبري 15 مايو بالالي قتل الناس من بولاء ابو العلا بالالي. قتل. اوعى تدي الاخوان في اي زمن اي امان. تعامل مع الاخوان انه عنصر ارهابي النهارده او السنه الجايه او اللي بعدها. تعامل مع الاخوان النهارده انه جاسوس عليك. تعامل مع الاخوان النهارده انه متآمر على بلدك. تعامل مع الاخوان في اي زمن، انا بقول لك في اي زمن. كلامي ما غيرتوش. بقوله وافضل اقوله. تعامل معاه على انه خاين. تعاملش معاه لانه مواطن مصري. تعاملش معاه لانه شريف. عمرهم ما كانوا شرفاء، عمرهم. ما كان حتى مع انفسهم بالمناسبه. حتى مع التنظيم نفسه، مع اعضاء التنظيم. ياما هم يعرفوا، واللي كانوا في الاخوان وسابوا الاخوان يعرفوا، ونعرف اهو ادي المجرم الاخواني اهو في 15 مايو الارهاب اهو بيقتل الناس في البلكونات، بيقتل الناس. قتلوا في الوقت ده 14 واحد في البلكونات، ناس واقفه في البلكونات، ناس واقفه بتشتمهم انزلوا مش راضيين ينزلوا فقتلهم. بص ده ميليشيا الاخوان، ده ميليشيا محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع واردوغان وتميم وكل الخونه دول، دي الميليشيا بتاعتهم. ماشي على كوبري 15 مايو يقتل في البشر وجامع الفتح من فوق بيضرب.
جامع الفتح اهو، شايف؟ حتى المساجد حولوها ايضا لمخازن السلاح وضرب اهو من فوق، مش بوريك، بوريك اللقطات اهي. ويومها شغالين، كنت طالع هوا يومها، وكان زميلتنا سمر نجيده وقتها كنت في قناه التحرير قبل ما اجي صدى البلد، سمر نجيده كان بتغطي، نازله بتغطي ومعايا، وانا كان مشكلتي هيقتلوها، بيضربوا نار على الناس من فوق هنا، بيضرب الناس اللي موجودين تحت في الشارع، اجري وقاعدين نتابع ميليشيا الاخوان حتى من داخل مساجد، حتى من داخل مساجد ربنا، مسجد ده للصلاه للعباده، مش انك تقتل منه الناس. وقتلوا الناس من جامع اهو، ميليشيا الاخوان اي حته، دنسوا جوامع وحرقوا الكنائس وحرقوا الجوامع، ما في حته الا ودنسوها. ادي الشرطه ورجال الشرطه، كل التحيه ليكم، واهو رجال الشرطه. طب الشرطه ده معاه ايه؟ ماسك عصايه، ماسك ايه؟ معاه سلاح، ما هو واقف قدامك اهو، واعتداءات وضرب واضرب في الشرطه ودمر في الشرطه ولع في الشرطه. انتوا عارفين عدد شهداء قد ايه الشرطه في الوقت ده؟ 25 يناير لحد اواخر 12، او مش عايز اقول لكم ارقام، مش عايز اقول لكم ارقام شهداء غير اللي بعد كده طبعا، لكن بكلمك على الفتره من 25 يناير 11 لحد ما استلم الجاسوس محمد مرسي الحكم في 30/6/12، قد ايه اعداد؟ ويروحوا يفجروا ويدمروا، ومعاهم طبعا حركه حماس الارهابيه وكمان ميليشيا الحرس الثوري وقاسم سليماني، كان له دورا تخريبيا في مصر بالمناسبه، بالمناسبه يعني اللي مش عايز، اللي عايز يعرف يعني، في اقتحام حدودنا الشرقيه قاسم سليماني والحرس الثوري الايراني مع حماس، مع عناصر تنظيم جماعه الاخوان الارهابيه وحزب الله في لبنان ايضا، دور تخريبي ليهم، دور تآمري علينا، اتقال ده، وشهادات كل المسؤولين في ذلك الوقت قالوا ده، كل شهادات المسؤولين من اول الرئيس الاسبق مبارك، وزير الداخليه الاسبق حبيب العدل، وكل القيادات واللواء حسن عبد الرحمن وغيره، وقيادات اجهزه الامن والمعلومات والمخابرات في شمال سيناء، قالوا الكلام ده، شهادات موجوده قدام المحكمه، قدام المستشار محمد شيرين فهمي، واحنا زعنا كتير جدا منها، والمستشار محمود كامل الرشيدي في محاكمه القرن، كل القيادات، واللي هو اسماعيل الشاعر المحامي بتاعه استاذ علي الجمل لما طلع واتكلم وعرض فيديوهات رهيبه خطيره في ذلك الوقت، واللي هو عادل فايت، كل القيادات شهدوا وقالوا. هو انا اللي بقول؟ هو مين عمل كده في البلد؟ الاخوان. مين عمل كده في البلد؟ اخوان و6 ابريل. خلي بالك لما تتكلم على الاخوان معاهم على طول 6 ابريل. 6 ابريل هو الجناح السري لجماعه الاخوان. تاني، لا عشان ده الجناح اللي هو بيشتغل، 6 ابريل وعناصرهم كلهم من اول مين لحد مين، خد بقى اسراء ويافين واسماء كل الاسماء، كل ده هم جزء من التنظيم، كانوا بيرتبوا مع بعض وينسقوا مع بعض كل الشله دي. ايه ادي اللي عملوه في مصر، ده اللي عملوه في مصر. سيبقى 25 يناير هو عيد للشرطة المصرية فقط، شاء من شاء وأبى من أبى. اللي عايز يتكلم على 25 يقول لي حرق البلد ليه كده، ليه ولع في ده، في ثورات بتحرق؟ مفيش. في ثورات بتخرب البلد؟ مفيش. ده سرقوا المتحف المصري، سرقوا المتحف المنيا، سرقوا الاثار، حتى تاريخنا كمان ما فيش حاجه اترحمت في البلد، حرقوا المحاكم والنيابات. ده مين اللي عمل كده؟ في حد بيحب البلد يولع فيها؟ قول رايك زي ما انت عايز، هو حد ضد رايي؟ ما حدش ضد رايي حد، قول زي ما انت عايز. ده بيولعوا في اقسام الشرطه، والشرطه بتدافع حق الدفاع الشرعي عن مكانه، مكانه اللي هو مكانه بالقانون، ويطلع الاستاذ رجاء عطيه، استاذ رجاء يقول لها يا استاذه،
ورجل الشرطة اللي واقف ده بيدافع عن الاسم ولا عن مديرية الأمن؟ شهيد ولا مش شهيد؟ يا أستاذ 21 مرة، 21 مرة أستاذ رجاء عطية أقول لها يا أستاذة، رجل الشرطة اللي واقف بيدافع عن بيته، بيدافع عن الاسم وعن النقطة وعن المركز وعن المديرية، والتنظيمات الإرهابية العصابات المسلحة قتلوه، شهيد ولا مش شهيد؟ تسكت. يا أستاذة قوليلي شهيد ولا مش شهيد؟ تسكت ولم تنطق كلمة شهيد على شهداء الشرطة اللي بيدافعوا عن بلدهم، بيدافعوا عن بلدهم، ما نطقتهاش 21 مرة. أستاذ رجاء عطية هيتجنن، والله كان هيتجنن في الوقت ده. يا أستاذة قوليلي رجال الشرطة دول اللي بيدافعوا واتقتلوا شهداء ولا مش شهداء؟ يا أستاذة قولي. فقالت، ما قالتش شهداء، ده مش موضوعنا. يعني ايه مش موضوعنا؟ قال لها ازاي؟ لا ده هو موضوعنا. قعد يقول لها كده، ده هو موضوعنا. حتى كلمة شهيد على رجال الشرطة ما كانوش بيقولوا، لا شرطة ولا جيش بالمناسبة، ما عندنا لا ده ولا ده. أنا بقول لحضراتكم 2011 كشفت كتير وتاني وعرت كتير. بمناسبة 25 يناير عيد الشرطة نحتفل بيه من بدري أهو، مفيش قبل يعني، في بعد كده، وعرت ناس كتير قوي. ده كان يطلع تفاخره يا راجل، يطلعوا تفاخره على الهوا، شيء محزن. كل ما تشوف وترجع بالذكريات الأليمة ديت لما الواحد بيتذكرها، يا نهار أبيض. بس في الآخر إيه؟ 30/6 خلصت، و3/7 خلص وخلص وخلص. نعم أيوة يا سلام، بعمل مناورة قادر، جيشنا قادر، حماية وطن. أنا مصر هي دي مصر. شوف وصلنا لفين النهاردة عشان 30/6، 30 و3/7. ما هو 30/6 ووراها إيه؟ 3/7 البيان التاريخي، فريق أول عبد الفتاح السيسي. ربنا يا رب يكرمه، يكرمه يا رب ويحفظه من أعداء الوطن الخونة، آمين يا رب العالمين. لكنا وصلنا بقينا بنطلع هنا، كان ولا كان عندنا جيش ولا عندنا حاجة ولا عندنا بلد، بلد كانت ضيعة، رايحة ضيعة، ضيعة، هتضيع، هتضيع. ربنا كرمنا في 30/6، ثم انحاز إلينا جيشنا العظيم، لهم كل التحية دائما كل وقت. حضرتك تقف كده وتحيي جيشك وتديله تعظيم سلام، أو أنت عندك أكتر من كده وأحسن من كده؟ عندك أعظم من كده؟ مفيش أعظم من كده. الأيام الجاية إن شاء الله هتشوفوا جيشكم العظيم زي ما بتشوفوه، زي ما بتشوفوه، بس هتشوفوا مشهد. نعم العالم هيقول إيه اللي بيحصل في مصر ده؟ هي مصر بتعمل إيه بالظبط؟ هتشوفوا إن شاء الله. تاني بقول هتشوفوا إن شاء الله، كلنا هنشوف مع بعض بكل قوة وكل فخر، لأن هي دي مصر. احنا في ولسه، بالمناسبة ولسه احنا رايحين دايما للأفضل. تاني بقول دايما للأفضل. سيبك بقى من خونة قاعدين برا وخونة قاعدين جوه، وسيبك من الدعاية السوداء، وسيبك من متآمرين، سيبك. أنا بقولك انسى كل ده، ركز مع بلدك وركز هنا، ركز قدام حضرتك لو سمحت. ودايما تحيا مصر. قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر.
قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة، في وسطهم خط ونسر. صح يا مصر تحيا وعيونها تملي، صح يا وعيونها بكل ناحية وفي مليون اتجاه. صح يا مصر حرة، صح يا ألف مرة، صح يا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها بكل ناحية وفي مليون اتجاه. حاكم النظام القطري العالم مقلوب على إيران، فقرر إنقاذ إيران، رايح عشان ينقذ أصدقائه. فراح النهاردة زيارة والتقى. طبعا عايز أقول لكم استقبال، شوف بقى إيرانيين بيحترموا إزاي أمير قطر. أولا أمير قطر رايح عشان يدفع فلوس تعويضات بتاعة الطائرة الأوكرانية لاتنين تلاتة مليار دولار تقريبا، هو خلاص تعهد أنه يدفع هذا الرقم، تعهد قال لهم مشكلة خلاص تعويضات، يلا بلغوا الأوكرانيين بلغوا العالم احنا التعويضات متحملينها هندفعها، لان انتوا وقفتوا معانا موقف رجولي خلال الكام سنة اللي فاتوا، وبالتالي احنا التعويضات كاملة هندفعها حوالي ما بين 2-3 مليار دولار، حاجة يعني بالنسبة لقطر ولا حاجة يعني عادي. فاذا رقم واحد. رقم اتنين، طبعا الإيرانيين سعداء بالزيارة، فبعتوا يعني يعملوا استقبال يليق بتميم، استقبال بجد لما انا شفته كده انبهرت. فقررت ان انا اعرف بعتوا مين لهذا الاستقبال، اذا الرئيس مش رايح حسن روحاني، او وزير الخارجيه جواد ظريف مش رايح، ولا رئيس البرلمان لارجاني مش رايح، ولا المرشد بعت حد من عنده، طب مين يا جماعه؟ طب انتوا بتكلموا على يعني احتفاء كبير واستقبال كبير قوي وحاجات كده، مين؟ يعني ناس، راجل جاي عشان يجيب لكم تعويضات، فلوس اللي انتوا عايزينها هيدفعها لكم، شراكه معاكم هيعملها، طب ايه بقى بعت له مين يعني؟ بعتوا له رئيس هيئه النظافه في طهران، انا بتكلم جد، بعتوا ملقوش حد فاضي، انا بتكلم بجد، ملقوش حد فاضي، فلقوا الراجل بتاع النظافه ماسك بجد، ماسك بتاع النظافة في طهران، فده أقرب واحد كان موجود أقرب واحد كان موجود من المطار، مطار العاصمة. مين يا جماعة اللي فاضي النهاردة؟ ما هو الرئيس مشغول، وزير الخارجية راح سلطنة عمان يقدم واجب العزاء، وعلي اسمه لاريجاني ده ولا اسمه ايه بتاع البرلمان مش فاضي، عنده جلسة استجواب وحاجات كده، فمين طيب؟ شوفوا لنا يا جماعه حد قريب، الراجل دخل خلاص الاجواء بتاعتنا، لازم حد يقابله في المطار، الحقوا طلعوا حد. مين اقرب واحد موظف؟ قال لك بتاع الحي اللي هو النظافه التجميل، ابعتوه على المطار دلوقتي يروح يقابل تميم ويجيبه ويسحبه ويجي على الرئاسه. راح الراجل بتاع النظافه استقبل تميم، صعب عليا، ما ينفعش يا جماعه كده، ما ينفعش ان انتوا ده برضه في الاخر حاكم، يعني حاكم وشايلكم بصراحه وجايب لكم فلوس،
يعني جايب الدولارات معاه هيديكم فلوس كاش مش هيتحويل بنكي عشان ايران ممنوع عشان العقوبات. فتميم واخد واخد الدولارات في الطياره شنط شنط مليارات ادفع. فقرر اهو رئيس الحي رئيس منطقه التجميل في طهران استقبال بصراحه مرعب. استقبال يخليك تقع على نفسك من كتر الاهتمام. يعني الراجل يروح وشايل واخد وفد كبير وطياره ووقود طيران وفلوس مدفوعه ورايحه وجايه واستقبال وحاجات كده. لا 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 عيب والله عليكم. والله امر لا يليق بقطر. امر لا يليق بايران انها تتعامل كده مع حاكم قطر. عيب والله يا جماعه. انا زعلان لانه في الاخر هو راجل يعني عربي مفروض يعني. الا لو كان بقى من النهارده فارسي. وانا اعتقد النهارده بقى امير بقى تميم فارسي من اليوم. الكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي وقعدت اسمع المؤتمر الصحفي الراجل خلاص خد الجنسيه الايرانيه اليوم. النهارده انا بقول لحضرتك خبر معلومه ممكن تاخدها وتاكدها مني مش من حد اخر. تميم اليوم خد الجنسيه الايرانيه. النهارده كان ناقص يعني مش عايز اقول لكم يعمل ايه. يعني كل ما انا بقول لك بعتوا له في الاخر الراجل بتاع طهران بتاع الحي بتاع النظافه. هل ده يعني معقولة؟ حاجة صعبة. يعني لو حد عنده كرامة كده لف وارجع لف وارجع ملهاش لازمة. ده انت رايح تدفع مليارات فيبعتولك حتى كده حتى يعني مفيش حاجة يعني حد أكبر شوية يبعتولك مثلا المحافظ بتاع طهران مثلا أكبر شوية يعني وهو اسمه برضه يعني محافظ طهران والي يعني عند المرشد فهو يعني. لكن ابعت لك رئيس هيئه التجميل والنظافه والاشجار وحاجات كده بتاع طهران. لا ما انا بصراحه ما انبسطتش الموضوع ده. يعني كنت منتظر حاجه كبيره. انما واضح الايرانيين عارفين قيمه تميم. عارفين قيمه مين؟ قيمه تميم. وطبعا تميم بالمناسبة في المؤتمر الصحفي شكرهم. وقف مع الرئيس حسن روحاني الرئيس الإيراني وشكر على حفاوة الاستقبال. وعايز أقول لحضراتكم كمان لازم تشوفوا حركات تميم في المؤتمر الصحفي. عايز أقول لحضراتكم أغرب ده المؤتمر بالمناسبة أنا مش لا 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 ده من الفيديو بتاع المؤتمر الصحفي. اقطع الفيديو واتكلم في الفيديو هتلاقوا تميم بيعمل كده. شيء جنوني. انا بقول شيء جنوني. وتميم في حاجه واضح عمل عمليه تجميل. في حاجه عنده متغيره، في حاجه في وشه كده لما تركز في حاجه مش كده. حضراتكم شايفين اللي انا شايفه؟ هو عامل كده في المؤتمر بالمناسبه. يعني ده موضوع في المؤتمر الصحفي، حضرتك هتقعد زينا وتقعد تسمع وتشوف هتلاقيه بيعمل كده في المؤتمر الصحفي. فأنا اخترت أفضل لقطات في المؤتمر اللي عجبتني. عجبتني إنها بترد. يعني بترد بتوضح شخصية تميم. بتوضح شخصيته. اللي هو إيه؟ عارف ال هنتريش والحاجات الحاجات المجنونة ديت اللي محدش يعرف يعملها غير تميم، عملها تميم في المؤتمر الصحفي النهارده. أهو قدام حضرتك. ما جبتلكش حاجة من عندي، أنا جبتلك المؤتمر اللي النهارده كان على الهوا في طهران. ما بين تميم وبين حسن روحاني. الراجل يعني طب شكرهم على الاستقبال؟ تعالى اوريكم شكرهم ولا ما شكرهمش. حفاوة الاستقبال قال. حفاوة الاستقبال. شوف. اود ان اشكر فخامة الرئيس والشعب الايراني على هذا الاستقبال. اود ان اشكر فخامة الرئيس والشعب الايراني على هذا الاستقبال. أود أن أشكر فخامة الرئيس والشعب الإيراني على هذا الاستقبال. أود أن أشكر فخامة الرئيس والشعب الإيراني على هذا الاستقبال. بشكرهم. أحلى استقبال. استحق. طول ما أنت كده بتشكر عملوا بقى. وجه دعوة للرئيس روحاني قال له بدعوك تزور قطر وإن احنا لا يمكن أن ننسى ما قامت به إيران جمهورية الإسلامية الإيرانية
من دعم لقطر وللشعب القطري ومنتظرينك تيجي. علاقات تاريخية ما عرفش امتى التاريخية دي، انا مش عارف بصراحة انهي تاريخ، يعني سنة 70 72 ده تاريخ ايه يعتبر؟ ما عرفش ايه التاريخ من 72 لحد النهاردة، ما عرفش ايه هو، نتكلم في كام يعني. فادي تميم بيتكلم مع حسن روحاني وبيشكره على الحفاظ الاستقبال اللي هو بعته له، اللي هو عايز يقول يعني مش عايز اقول لفظ يعني ما نشتم، حبش نشتم حد يعني، الحمد لله لازم نحافظ على ايضا احنا بنحافظ على نفسنا يعني مش نحافظ على اخرين. بارح كنت في حزب مستقبل وطن، اولا لازم احييهم مهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، مهندس حسام الخول الأمين العام للحزب، وكل قيادات الحزب وكل أعضاء وشباب حزب مستقبل الوطن. امبارح كنت يعني فرحان جدا وسعيد جدا، كنت مع مجموعة من الزملاء في المجالات المختلفة، إعلام، صحافة، فن، رياضة، تكريم كبير وتكريم بحييهم عليه، تنظيم محترم يعني، ناس مشاركين بسم الله ما شاء الله. وأنا يعني طبعا علاء عابد، محمد أنور السادات، شار بهاء أبو شقة، أحمد السجيني، سيد شريف، كل مع كل احترام وكل الناس وبحييهم، دكتور خالد عبد الغفار، العمري فاروق، كل يعني أستاذ إلهام الفتح طبعا، الأستاذ محمد أبو العنين، ودكتور عمرو عبد السميع احد المكرمين وهتكلم عنه بعد شويه، مستشار بهاء ابو شقه طبعا، وزميلي محمد باز ايضا احد المكرمين، وزميل عمرو الخياط ايضا احد المكرمين رئيس تحرير اخبار اليوم، استاذ محمد ابو العنين. وعايز اقول لحضراتكم امبارح يعني حفاوه كبيره استاذ محمد ابو العنين، والنهارده هو نائب رئيس حزب مستقبل الوطن للشؤون النيابيه، وعدد كبير من نجومنا وفنانينا اللي كانوا حاضرين ومشاركين، و فنان لطيفة كمان أحيت الحفل، وزملائي الأفاضل ومحمد حمائي كمان، مهندس أشرف رشاد بشكرك شكرا جزيلا، ولطيفة يعني دكتور أشرف صبحي طبعا، دكتور خالد العناني، دكتور علي مصلحي، واللي كرمنا وأنا بشكرهم شكرا جزيلا، دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور علي مصلحي وزير التموين، ودكتور أشرف صبحي كان بيكرم الجانب الرياضي، إن هم كرموا كمان أبطال مصر اللي فازوا ببطولات وألعاب فردية وألعاب جماعية، قدم، طايرة، كاراتيه، يعني كل جودو، كذا لعبة من الألعاب المختلفة، فكان بيتم أيضا تكريمهم امبارح. كانت لفتة طيبة جدا من حزب مستقبل وطن بيجمع الناس، وفعلا كان زي ما بقول كده، ولسه أنا هتكلم على التكريم بتاعنا، ولكن لازم اشكرهم على امرين، ان هم ما فهمش حد اللي بيكرم الناس، لا، اللي واقفين بيكرموا رجال الدوله، دكتور علم صلحي، دكتور خالد العناني، اتنين وزراء محترمين، الرياضيين بيكرمهم دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. فلفته طيبه جدا من حزب مستقبل الوطن انه بيسيب رجال الدوله اللي بيكرموا، فده ايضا مهم. احنا لا، احنا حزب لكل الناس، موجود كل الناس، وبالتالي يعني بنترك المجال لقيادات مسؤولين وزراء هم اللي بيكرموا المكرمين او المتميزين زي ما قالوا كده، حسب يعني اللي هو التكريم يعني، متميزين في 2019 اللي هم كتير يعني. اختيار كمان الناس عجبني، اختيار المتميزين او المكرمين، استاذ محمد ابو العين طبعا وحواليه مجموعات كبيره، ست نائب اباظه ايضا، ونائب علاء عابد، و اولا تكريم، انا تكريمنا لنا يعني سعيد جدا بيه، ولكن هو تكريم لكل مشاهد له الفضل ان احنا نصل لهذه المكانه، فهذا التكريم أنا بهديه لجميع مشاهدي قناتنا وجميع مشاهدي هذا البرنامج، بهدي هذا التكريم أيضا لشهدائنا من القوات المسلحة والشرطة ولكل أسرهم، بهدي لهم هذا التكريم، لأن هم
اللي ضحوا عشان احنا النهاردة يكون عندنا هذا التكريم ونبقى احنا موجودين بنتكرم ونبقى احنا موجودين بنتكلم كمان. فبهدي لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة هذا التكريم. بهدي هذا التكريم أيضا امبارح، ليس تكريم ليا شخصيا، لا، تكريم لكل اللي أنا بقولهم، اللي أنا بقولهم هو التكريم ليهم، ولكن ممثل في يعني في شخصي الضعيف. بهدي هذا التكريم زميلتنا كمان سهام صالح بحييها وبشكرها، وكمان سيف زاهر بحييه وبشكره على يعني قابلته امبارح، ومن الناس المحترمين جدا سيف زاهر بصراحه يعني بحييه وبشكره كتير جدا، اللي انا عايز اشكرهم، ولكن الوقت كمان كتير والناس اللي جايه من كل حته ويعني، ولكن كمان بهدي هذا التكريم لكل اداره هذه القناه، الاستاذ محمد ابو العنين اللي بيدينا هذه المساحه المهمه الكبيره ان احنا كمان الخط الوطني دايما اتكلم على الحكايه دي. وايضا الاستاذ الهام ابو فتحي بحييها وبشكرها، وزميلي عمرو خياط، وكل ما كل الموجودين وزملائي طبعا في هذه القناه، الاعداد والاخراج والتصوير والمونتاج والكل كل كل واحد يعني له بصمه في هذه القناه بهديله هو اهداء وله هذا التكريم، فهذا التكريم لكل اللي انا بقولهم لحضراتكم. استاذ محمد ابو العنين وعمر ابو العنين كمان احد انجال الاستاذ محمد ابو العنين الشباب، الدكتور طبعا خالد العناني، ولما يعني بنحييه زي ما قلت وبقولها كتير، قبل ما يبقى وزير سياحه واثار ويجمع وزارتين ده دليل نجاح، من بدري بتكلم على هذا الرجل الدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار، وبتكلم عنه من بدري عشان من الوزراء المحترمين جدا، نشط جدا، بيشتغل كتير جدا، علاقات يعني عامل شغل بصراحه يستحق عليه التقدير وبحييه. ايضا هذا التكريم لنا يعني فخور بي وفخور بكل الناس اللي انا شفتهم امبارح، كل الناس اللي جم اتكلموا معانا، كنت متشرف اتصور مع اعداد كبيره جدا من الناس الحضور، شباب بنات وشباب وولاد، ويعني كل الاجيال المختلفه اللي كانت حاضره امبارح، وانا بحييهم وبشكرهم، بشكر كل الناس كمان اللي حيونا لما يعني تم الاعلان عن الاسم وان احنا نحصل على هذه الجائزه اللي انا بهديها لكل الناس، وكل الناس في كل حته، كل الناس اللي بيدعمونا بحييهم، ويعني كل الدعم لكل واحد من أصحاب الفضل، هم أصحاب الفضل، أصحاب هذا النجاح، أصحاب هذا التكريم. حزب مستقبل وطن هذا الحزب، وأنا هقول مفاجأة يمكن أول مرة أتكلم عنها، أول مرة أتكلم عن حزب مستقبل وطن. بعد ثورتنا العظيمة في 30/6/2013، صديق عزيز، صديق عزيز بحييه على الهواء مباشرة، ليته بيكلمني في آخر تقريبا 2013، يعني يمكن شهر 9 شهر 10 في الحدود دي تقريبا، فقال لي في مجموعة شباب دول هيكون ليهم يعني شأن ومستقبل، وقال لي دول شباب منهم اللي هو رؤساء اتحادات طلاب في الجامعات واتحاد طلاب مصر وغيره، دول شباب واعد، الشباب يشرف يعني. فلو وقتها كنت بقول لحضراتكم في قناة التحرير، وبعدين لما جيت صدى البلد كمان، وأول ظهور كان ليهم معايا في قناة التحرير، ثم بعد ذلك توالى ظهورهم معانا في قناة صدى البلد، قبل ما يبقى فيه لحزب مستقبل وطن ولا في كلام على إنه في حزب سياسي ولا الكلام ده خالص، بقول لحضراتكم في وقت مبكر جدا. كان وقتها المهندس أشرف رشاد وعدد آخر من يعني الشباب اللي هم النهارده قيادات حزب مستقبل وطن. بحييهم برضه. تاني بحييهم. فالحمد لله انه بجد هذا الحزب اللي الحمد لله الواحد كان يعني من اول ناس يبقوا معاه على الهواء ويظهروا حتى للرأي العام ويطلعوا يتكلموا مع الناس، كان من خلالنا الحمد لله يعني المنبر سواء هنا او حتى قبل ما اجي صدى البلد، ولكن بعد كده كانوا معانا على طول لحد ما اتعمل الحزب. وهذا الحزب كمان يعني خلال الاستفتاء الماضي كان في الشارع وانا على الهوا كانوا بيختصونا على طول طول الوقت بالفيديوهات والناس واللجان، وبالتالي كان الحمد لله عندنا يعني الحمد لله في تميز كبير من خلالهم، وانا بحييهم وبشكرهم.
استاذ محمد عنان زي ما بقول لكم كان يعني امبارح ايضا حفاوه كبيره جدا بيه، طبعا بيتولى منصب نائب رئيس الحزب للشؤون النيابيه ودور كبير جدا، ويمكن انا قاعد مع عدد كبير من الناس امبارح بيتكلموا عنه، بيتكلموا على كمان خوض الانتخابات البرلمانيه ومجلس النواب في دائره الجيزه، دائرته اللي هو يعني لم ينقطع عن الدائره، وزي ما بيقول دايما اهله وناسه ولم ينقطع عنهم، وله يعني ليه دور كبير جدا كمان في التواجد مع اهالي الجيزه، يرجع لهم ان شاء الله مره تانية عدد كبير من الحضور اللي امبارح، منهم دكتور عمرو عبد السميع اللي انا بهنيه ايضا على هذه الجائزه. دكتور عمرو عبد السميع احد قيادات الكبيره في مؤسسه الاهرام، كاتب كبير، كان ايضا اعلامي كبير يقدم برنامج شهير في التلفزيون المصري عده سنوات، تولى يعني مكاتب مكتب الاهرام في لندن اللي كان زي ما بنقول كده نقدر نقول دكتور عمرو عبد السميع وهو مدير المكتب الاهرام في لندن كان مكتب الاهرام زي السفاره المصريه، اقدر اقولها بالمعنى ده من غير ما حد يزعل من اصدقائي في الخارجيه المصريه، لا كان مكتب الاهرام يعني قبله لكل الناس اللي رايحه لندن، دكتور عمرو معاهم كل حاجه، هي دي كانت الاهرام. ثم بعد ذلك راح الولايات المتحده الامريكيه مكتب الاهرام في واشنطن نيويورك كان ايضا حاجه على اعلى مستوى، تولى الدكتور عمرو عبد السميع مديرا لمكتب صحيفه الحياه الشهيره في القاهره كام سنه؟ 7-8 تقريبا، 8 سنوات تقريبا، اطول يعني كانت افضل في 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 افضل حالاتها صحيفه الحياه في ذلك الوقت، كان الدكتور عمرو عبد السميع هو مدير مكتب الحياه، وانا كنت مع الدكتور عمرو في ذلك الوقت، يعني من الحاجات اللي الواحد عمرو عبد السميع صحفي تاني صحفي مهم جدا، علاقات بسم الله ما شاء الله، يعني تلاقي الدكتور عمرو عبد السميع رايح الاهرام الساعه 7 الصبح يخلص شغله ثم يروح مكتب الحياه، يقعد في مكتب الحياه من 9-10 صباحا لحد 7-8-10-11 بالليل، يتابعك بالتليفون طول الوقت، الخبر ده ما جاش، الخبر ده جه، الحق فلان، الحق هنا، صحفي شاطر. تاني بقول صحفي شاطر وكاتب بديع، عمرو عبد السميع تقرا مقالته في الاهرام يوميا، كاتب بديع، بحييه وبقول له كل سنه وحضرتك طيب والف مبروك على هذه الجائزه التي تستحقها دكتور عمرو. زميلي ايضا نشأت الديهي، زميلي محمد الباز، زميلي وائل الابراشي، زميلتنا هناء السمر بحييها، زميلي عمرو الخياط رئيس تحرير اخبار اليوم اللي انا بقول له كمان مبروك. واثنين تم تكريمه امبارح، عمرو الخياط رئيس تحرير اخبار اليوم، عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفه الجمهوريه. والاثنين اصدقائي ومن بدري من زمان يعني. وعمرو وعبد الرازق الاثنين يستحقوا هذا التكريم لانهم بجد عمرو عمل حاله في اخبار اليوم. اول مره اتكلم عن عمرو الخياط بمناسبه التكريم يعني. عمرو الخياط راح اخبار اليوم في 2017 تولى رئاسه التحرير. انا في الاهرام واحنا الغيره المهنيه، طبعا الغيره المهنيه. دايما اخبار اليوم وقت الراحل استاذ ابراهيم سعده كان عندهم مشكله يوم السبت. اخبار اليوم بتطلع يوم السبت انه الاهرام كل سبت كنا نشتغل طول الاسبوع عشان اعمل يعني منشط او اعمل انفراد نضرب بيه اخبار اليوم، دايما كنت اعمل كده. استاذ ابراهيم نافع الله يرحمه، استاذ سامي متولي ربنا يديله الصحه، احمد عاملين ايه اليوم السبت كده والله ربنا يسهل، فدايما كنت اشتغل عشان يوم السبت غير الايام العاديه، ولكن السبت تحديدا لازم نبقى طالعين بخبطه عشان اخبار اليوم كمان ما تاخدش مننا السوق. كنا بنشتغل على كده، كان في منهج يعني، في ناس بتشتغل بتفكر عندها علاقات عندها مصادر فنطلع نعمل الحكايه دي. فعمرو الخياط اما جه بدا يعمل كده. وانا طبعا الاهرام بالنسبة لي الأهرام مؤسستي وبيتي ومكاني ومكان وكل حاجة يعني، بزعل جدا. وعمرو يا عمرو مش معقول، لدرجة كنت بكلم هو عمرو الخياط جاي يعمل ايه بالظبط؟ ايه اللي بيعمله عمرو في أخبار اليوم؟ ألاقي عمرو انفرادات ما شاء الله، منشطاته وأخباره وقضايا وحاجات مهمة جدا بصراحة. فأيضا عمرو يستحق إن هو مجتهد جدا ونشيط جدا. ويعني يقعد يجهز لعدد السبت ده قبل طول أيام الأسبوع.
الاقيه حتى واحنا طبعا وما زال زي ما بقول لكم الغيره المهنيه الغيره الصحفيه، فتلاقيه برضو الراجل يعني العمر ما شاء الله ويستحق هذا التكريم، وانا بحييه بقول له مبروك مره تانية غير القناه، انا هو بيتكلم تكريمه لاخبار اليوم واللي عمل فيها بصراحه شغل متميز بجد. زميلنا عبد الرازق توفيق كمان رئيس تحرير الجمهوريه بشكره وبحييه مره تانية. عبد الرازق كمان مسك الجمهوريه في وقت صعب جدا، وكلهم بصراحه معذورين انهم مسكوا الصحف في وقت صعب جدا، وما زالت الصحف بتعاني حاجات كتيره يعني. فبحيي عبد الرازق توفيق كمان اللي هو يعني على يعني هذا التميز، وعلى ايضا التقدير اللي بيعظى به استاذ عبد الرازق توفيق بحصوله على هذه الجائزه. هناء سمري طبعا بحييها التلفزيون المصري، ويعني هناء طبعا من المذيعات اللي هي هناء السمري، يعني اقدر اقول لو اقدر اقول كده يعني هناء لما كان حتى بتقدم توك شو وغيره، ثم بعد ذلك مراسله للتلفزيون المصري سنوات طويله تغطي رئاسه الجمهوريه ونشاط كبير، وايضا في التلفزيون ويعني لها يعني بصمه وتميز. بحييها وبقول لها كل سنه وحضرتك بالف خير. نشأة الديهي مش هتكلم عنه كتير لانه يعني نشأة طبعا، ومحمد الباز والابراشي واصدقائي الاعزاء اللي انا بقول لهم كمان الف مليون مبروك على هذا التكريم المستحق ليكوا، لانه كل واحد في مكانه بيقدم، ويعني عشان كده زي ما بقول لكم تكريم لكل الناس، وبحييهم بشكرهم مره تانيه. كان في تكريم ايضا للرياضيين، نجوم الرياضه، نجوم الرياضه اللي تم تكريمهم سيف زاهر امبارح تكريمه ايضا، بس هو كان بيقدم فشوبير هو اللي خد شوبير امبارح استلم الجائزه، ببارك له كمان وبهنيه كافضل برنامج اون سبورت في الملعب، واللي بيقدمه سيف زاهر واحمد شوبير مع بعض، وهم الاثنين بصراحه في هذا المجال ما فيش يعني ممكن معهم واحد كمان او اتنين مثلا، ولكن هم من ابرز الشخصيات في هذا المجال، بحييهم. سيف زاهر كمان بحييه جدا، سيف زاهر محترم جدا خلوق جدا، كل يعني ليته امبارح جاي، ويعني بحييك وممتن جدا جدا لكلامك والله يا كابتن سيف، بشكرك شكرا جزيلا على كلامك وعلى كرمك كمان، بحييك وبشكرك. كان ايضا نجومنا اللي موجودين كابتن احمد حسن كان حاضرا، كابتن شوقي غريب كان بيتكرم امبارح طبعا على الانجاز اللي عمله طبعا معانا في بطوله افريقيا، وحصوله طبعا على البطوله مع رجاله مصر ومنتخبنا، فمره تانية كابتن شوقي غريب ايضا بنحييه وبنبارك له. عدد كبير جدا من نجومنا اللي كانوا امبارح موجودين في محمد كابتن فضل طبعا مع سياده الوزير دكتور اشرف صبحي وعماد متعب عبد الظاهر السقا طبعا بيبو في صديق عزيز جاي يسلم فقلت له كذا عشان ما حدش يزعل فطبعا بيبو خالد بيبو طبعا وزيدان، يا سلام على محمد زيدان نجم محمد زيدان، زيدان ده اوعوا افتكروا زيدان اللي عمله مع المنتخب فاكرين ماتش البرازيل زيدان عمل ايه؟ وابو محمد ابو العيله طبعا وكابتن ومحمد فاروق، يعني عدد كبير جدا، وعبد الظاهر السقا واحمد حسن، كل النجوم كلهم كل واحد فيهم ليه بصمه، يعني كل دول نجوم مصر كل واحد فيهم ليه بصمه بجد. عشان كده بقول لكم التكريم امبارح جمع ناس في كل الـ يعني الاماكن، النادي الاهلي طبعا نادي خد احسن النادي الافضل 2019 كابتن عمرو فاروق، طارق حامد نجم مصر ونادي الزمالك خد احسن لاعب ويستحق طارق حامد زي ما بنقول عليه كده دايما وتد منتصف الملعب، طارق حامد بحييه وببارك له كمان، وبنهني النادي الاهلي وبنهني كمان كل اتحاد السباحه واتحاد اليد الألعاب الفردية، كل دول زي ما بقول لحضراتكم امبارح كان تكريم يليق بجد بهذا الحزب، حزب مستقبل وطن، وزي ما انتم شايفين كده اللي بيكرموا مفيش حد من الحزب. يعني الحزب يعني المهندس أشرف رشاد قال كلمته
ثم اللي بيكرموا السادة المسؤولين الوزراء. أمير كرارة نجم الجميل بحييه، أمير كرارة بحييه، يستحق هذه الجائزة أمير كرارة على هذا التكريم. أيضا كل من تم تكريمه امبارح بقول لهم ألف مبروك. أنغام فنانة رائعة، أنغام كمان ألف مبروك فنانة أنغام، بنحاول بقدر الإمكان يعني ناخد مجموعة أيضا من هنا ومن هنا من اللي تم مكرمين امبارح من التميز أو متميزين في عام 2019. مليون مبروك. فنان الكبير الرائع أشرف عبد الباقي أيضا مليون مبروك على هذا التكريم. أشرف عبد يعني ما تشوفه كده في أي مكان أو تشوف حتى أشرف فنان من الفنانين اللي أنا بحبهم شخصيا على المستوى الشخصي، يستحق أيضا هذا التكريم. وأيضا امبارح المنتج هشام عبد الخالق وفيلم ممر امبارح حصل على تكريم أيضا مبروك، ألف مبروك مهندس هشام عبد الخالق والفنان أحمد عز وكل النجوم فيلم الممر اللي حصل أفضل فيلم في 2000 وطبعا هو بحق أفضل فيلم في 2019 الممر اللي هو كسر الدنيا زي ما احنا بنقول كده. طبعا زميلنا محمد إبراهيم الدسوقي، زميلنا عماد حسين، طبعا أستاذ عبد المحسن سلامة كمان، أستاذ كرم جبر، كل كان عدد كبير جدا حاضر، أستاذ علاء ثابت، عدد كبير من زملائي الأفاضل ورؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف اللي كانوا حاضرين امبارح في هذا التكريم. زميلنا أستاذ أحمد صبر رئيس تحرير موقع صدى البلد اللي أنا بحييه، وأحمد بيبذل جهد كبير جدا في الموقع، موقع صدى البلد الناجح ويعني بيعمل شغل متميز، بحييه وبحيي كل زملائي في موقع صدى البلد. كمان امبارح تم إطلاق موقع حزب مستقبل وطن الإخباري، امبارح تم إطلاق هذا الموقع واللي هو يعني يبدأ امبارح فيكون حزب زي كده، حزب كبير لازم يكون عنده موقع كمان متميز، وبحيي كل زملائنا في هذا الموقع، بحييهم وبشكرهم امبارح كمان يعني احتفوا بينا احتفال بشكرهم عليه، ولكن كل التحية ولكل المتميزين، كل التحية وألف مبروك لكل من حصلوا على تكريم من حزب مستقبل وطن. بشكر كل أعضاء وقيادات شباب بنات ولاد مسؤولين كبار، رئيس الحزب، أمين عام، نواب رئيس الحزب، كلهم 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 بحييهم بشكرهم بجد على هذا التكريم، بشكرهم على الاحتفال. الاحتفال كان في أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، تنظيم يليق يعني أنت مش لا رايح حاجة محترمة يعني، فكل التحية وكل الشكر لحضراتكم. نشوف هذا التقرير ثم فاصل وأعود لحضراتكم. إدراكا منه لأهمية تكريم القوات الناعمة للدولة المصرية وسفراء الوطن خارج السياسة، نظم حزب مستقبل وطن احتفالية لتكريم المبدعين والمتألقين علميا وفنيا وإعلاميا ورياضيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية والفنانين والرياضيين وقيادات الحزب، حيث بدأت الاحتفالية بفيلم تسجيلي عن دور الحزب في الحياة السياسية وكيف حاز على ثقة الشارع المصري ودوره خلال الفترة المقبلة على الساحة المصرية، وسط إشادة لرجال الأعمال الداعمين للحزب ممن ليس لهم أهداف سياسية ولكن هدفهم المشاركة في العمل الاجتماعي فقط. اليوم الحقيقة زي ما سيادتك تفضلت يوم تميز، يوم تفوق، يعني حزب مستقبل وطن بيبعت رسالة عن أهمية التميز والتفوق. بالتميز والتفوق تبنى الأمم وتتقدم الشعوب، هي دي الحقيقة. النهاردة بنأكد على هذا المعنى، بندي دفعة لكل مجتهد إن هو يزيد من اجتهاده لصالح هذا الوطن. احنا حزب بنسمي نفسنا عيلة، فاحنا بنسمي نفسنا عيلة مستقبل الوطن، فالاحتفالية دي لتكريم المتميزين في الجمهورية عموما اللي قدوا، إذا كان فنيين، إذا كان ثقافيا، إذا كان علميا، إذا كان رياضيا، زائد طبعا تدشين بوابة مستقبل وطن الجديدة، إنما الأصل هو الاحتفالية للتكريم. احنا زي ما بقول احنا بنسمي نفسنا عيلة، فاحنا
طلعنا شوية من بوتقة الشغل الحزبي التقليدي. الاحتفالية الأولى لتكريم الرموز الوطنية اللي موجودة أو بعض الرموز الوطنية خلينا نقول على يعني من أبرز الشخصيات طبعا الإعلامي الكبير الأستاذ أحمد موسى اللي احنا النهاردة سعداء جدا بوجوده وتشريفه لينا النهاردة في حزب مستقبل وطن. الاحتفالية النهاردة احنا زي ما حضرتك ما قلت بنكرم عدد كبير جدا من الرموز المصرية في كل المجالات. احنا كحزب شايفين ان احنا مفروض ندعم كل المجالات اللي موجودة في مصر سواء ثقافية سياسية رياضية إعلامية كمان بشكل كبير. عندنا أكتر من 80 مكرم النهاردة، بنتكلم في بعثات كاملة اللي قدرت تحقق في خلال 2019 نتائج محترمة زي الهاندبول، السباحة، كرة القدم للشباب. ففي عدد كبير جدا من المكرمين النهاردة. احنا في أمانة الإعلام في الحزب بنحاول قدر الإمكان يكون كل ما بنقدمه بيخاطب الشباب اكتر ويخاطب الشارع اللي احنا فاهمين احتياجاته لان احنا منه، ولان احنا كمان لما بنبقى بنتكلم اعلام يعني دايما بنقول كده السياسه فن الممكن، لكن الاعلام ما بيكفيهوش الممكن وبيبقى حاسس انه الحدود دي ضيقه. شارك في الاحتفاليه عدد من الوزراء واعضاء مجلس النواب وممثلي الاحزاب السياسيه. استقرار الامني اعتقد انه لا مراء في اننا تحققنا استقرار بيصل أو بيزيد عن 95%. الاستقرار الاقتصادي، المشروعات العملاقة رغم الحرب الشرسة الاقتصادية وهي إحدى أسلحة الجيل الرابع، بتسقط نظم وتسقط مؤسسات بالحرب الاقتصادية. فكان وصلنا إلى يعني تقدم، بنسير بخطى راسخة وقوية وسريعة. أنا اللي بأراه اليوم في الاحتفالية يعني نموذج مشرف للأمة المصرية اللي احنا كلنا بنرجو ان احنا نتكاتف، وخاصة هذه المرحلة تحتاج إلى تكاتف جميع قوى الشعب ولحمة واحدة. ولذلك هذا التكريم جمع نماذج طيبة من الشخصيات العامة في جميع المستويات، سواء في مجلس النواب، سواء ممثلين عن الفن والإعلام والكتاب والصحفيين والإعلاميين والرياضيين والعلماء والكتاب. هذا مكون، هذه هي اللحمة الوطنية الحقيقية. النهاردة لما يكون أي حد قدم أي خدمة للوطن اللي أنت بتقيمه بتحسسه بالمجهود اللي أنت عملته، بتحسسه إن البلد بتشكره، الناس كلها الموجودة النهاردة بتشكره. حزب سياسي كبير زي حزب مستقبل الوطن زي ما نقول يعني شفت الاحتفالية النهاردة موجود فيها سياسيين ووزراء ورجال أعمال وفنانين ولاعيبة كورة ونجوم مجتمع كتير ونواب في البرلمان. ففرصة كويسة ان هم يقيموا وسط الكوكبة الموجودة دي كلها، طبعا بتديهم دفع اكبر للي جاي ان شاء الله باذن الله. انتهز هذه الفرصة لنحيي القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ادى المثل ده، سواء باهتمامه بالشباب، سواء باهتمامه بالمرأة، سواء باهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء في تكريمه لكل الابطال وحتى الابطال اللي احنا كرمناهم النهاردة فخامة الرئيس بتكريمهم. فعندما يكون القائد بيسن سنة جيدة فالجميع عندما نتحرك في هذا الاتجاه أعتقد أن بندي ليس لنا فقط ولكن للعالم كله أن إحنا ناس فاهمين يعني إيه جد وعمل والتزام ونتائج جيدة، وبنقول للمتميز أنت متميز ومتشكرين وبنسقف له. الإعلامي السيد الأستاذ أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي. وفي نهاية الاحتفال كرم الحزب عدد من المبدعين والمتألقين علميا وفنيا ورياضيا وإعلاميا، حيث تم تكريم الإعلامي أحمد موسى تقديرا لدوره في الإعلام طوال الفترة الماضية ونشره للتوعية الوطنية ومواقفه المساندة والدعامة للدولة المصرية. وقام بتسليم درع التكريم كل من وزير التموين الدكتور علي مصلحي ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني. كما تم تكريم الكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والإعلامي عمرو عبد السميع، والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي نشأة الديهي، والإعلامي محمد الباز، والإعلامي محمد علي خير وهناء سمري نائب رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، والإعلامية إسعاد يونس، كما حاز على جائزة أفضل شخصية سياسية
الدكتور مصطفى الفقي. كما تم تكريم برنامج ملعب أون والذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير كأفضل برنامج رياضي، وتم تكريم اللاعب طريق حامد كأفضل لاعب خلال العام، وحاز على جائزة أفضل فريق خلال العام النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، وتم تكريم منتخب الإسكواش ومنتخب مصر لكرة اليد ومنتخب السباحة ومنتخب الجمباز ومنتخب الجودو ومنتخب كرة اليد للناشئين. وفي مجال الفن تم تكريم الفنانة أنغام وحاز على جائزة أفضل موزع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم تكريم تامر مرسي كأفضل شركة إنتاج درامي، وحاز على جائزة أفضل منتج سينمائي هشام عبد الخالق، وحاز فيلم الممر على جائزة أفضل فيلم خلال العام، وتم تكريم الفنان أمير قرارة على جائزة أفضل ممثل خلال العام، كما تم تكريم الفنانة رجاء الجداوي والفنان أشرف عبد الباقي والفنانة يسرى والفنانة لبلبة والمطرب محمد الشرنوبي والمطربة لطيفة. والله هو اللي موجود كويس، هو اللي محتاج أكتر إنه يشتغل وينجح في شغله، يعني ده أكتر، يعني يا سلام أنا قاعد في البيت وكل شوية ناس بيكرموني بعملت إيه، لكن الدليل على النجاح إن الواحد يبقى مستمر وبيخلص مشروع يدخل مشروع تاني وهكذا، ده بيبقى أعتقد ده جميل إن الناس يكرموه على المشوار اللي هو عامله أو المجهود اللي هو عامله، ده حاجة لطيفة طبعا. طبعا أنا مبسوط جدا، أول حاجة بغض النظر عن التكريم ان انا يعني موجود ان انا اتكرم كل الناس انها موجوده في حدث دون، بتكرم الرموز بتاعتها الشباب الواعدين اللي هم الصاعدين اللي هم بيمثلوا مصر في كل النشاطات، سواء اللي بيتكرمهم دول رموز شرفوا مصر قبل كده في حوافل كتيره جدا او محافل كتيره جدا، او رموز شباب اجيال جديده بتمارس النشاط بتاعها وبتمثل مصر، هي في الاخر كلها يعني احنا بنمثل مصر في كل حاجه احنا بنقوم بيها وبنأديها. انا كلمه وطن على طول بتشدني، كلمه وطن يعني الارض اللي انا اتولدت عليها، الشمس اللي انا اترعرعت فيها، البلد اللي علمتني، البلد اللي دايما بتحاول تعالجني، يعني انت عارفه ان احنا اليومين دول المبادرات ما شاء الله، يعني ف الوطن ده الام الحنينه اللي احنا تربينا في حضنها، فأما يبقى مستقبل أمي ده لازم أجيله، لازم أشتغل لحسابه، عشان كان أي مواطن النهاردة بيشتغل لحساب الوطن هو مشكور. احتفالية حلوة جدا وحاجة حلوة جدا من حزب مستقبل وطن، كلنا نعمل من أجل مصر، بيعجبني طبعا الشعار ده، لأنه أنت لما بتكرمني أنا كمبدع أو كفنان أو في أي مجال أنا بعمله دايما بتديني الدفع لقدام وبتديني دي. دايما بيسموه بوش او انه يعني انا ماشي في الطريق الصح، فانت بتشجعني قوي، فبدي دايما بقى عندي دايما عطاء مستمر. حلو جدا التكريم، له معنى كبير قوي عند اللي دايما عنده عطاء لمصر. على المستوى ده انا عمري ما انزل، بس انا هفضل يلا على سافتك. حزب مستقبل وطن يكرم الرموز الوطنية السياسية والفنية والثقافية والإعلامية والرياضية عندما تنحاز السياسة لقوة مصر الناعمة، فيتأتى التكريم للوطن ورموزه المشرقة المضيئة. هاني النحاس على مسؤوليتي. السادة المشاهدين، إنهم طلبوا إعادة التميم لما كان في إيران، فبناء على طلب السادة المشاهدين يمكن مرة تانية هنشوف هو تميم حصل له ايه، اللي حصل في وشه ايه، الحكاية دي زي ما قلت اهو، اللي عايز يتفرج يشوف المؤتمر الصحفي هيلاقي الكلام ده، هيلاقي ايه عضلات الوش كده، عارفين السستة كده، في سستة متركبة باين ولا ايه في الوش، فهو طب زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، ف يعني محدش يعني ده مش تريقة ولا حاجة، أنا بعرض اللي حصل النهاردة، يعني كل واحد بطريقته يقدر يشوف ده معناه إيه، في مشاكل ولا لأ، حاجات بالمعنى ده. فبناء على طلب السادة المشاهدين بعيد ده للمرة التانية، ولأنه في ناس كتير جدا لقيتهم في الفاصل، أو أنا شغال ناس عمالة تبعت تاني تاني تاني، وبعدين بعد كده لقيتهم يعني طلبات كتيرة على إن احنا نعرض ده مرة تانية، فبنعرضه للمرة التانية بناء على طلب حضراتكم. ما الذي جرى في وجه تميم؟ ايه اللي عمله تميم خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الايراني حسن روحاني؟ وشه فيه ايه؟ وقلت لحضراتكم النهارده عنده حاجات غريبه كده مش مفهومه، او يعني فمحتاج حد لازم يشرح لنا هو ده معناه ايه. النهارده كان في
لقاء مهم السيد الرئيس طبعا مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي طبعا فيما يتعلق بليبيا. ومن شوية كانت الخارجية المصرية طلعت بيان كمان بترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا لدخول في مرحلة الحل السياسي أو مؤتمر برلين القادم. وكل شغل يمكن احنا مصر كمان من البداية بتكلم على حل سلمي وحل سياسي، وانه مسائل عسكرية او ما كانش ابدا ممكن توصل لأي يعني حل ما بين الوضع في ليبيا. تعالوا نتابع لقاء السيد الرئيس مع رئيس المجلس الأوروبي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وصرح سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسيد شارل ميشيل في القاهرة في أول زيارة له إلى مصر عقب توليه مهام منصبه الجديد كرئيس للمجلس الأوروبي، مؤكدا سيادته مكانة الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط. من جانبه تقدم السيد ميشيل بالشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لقاهما في القاهرة، مسمنا في هذا الصدد العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا، فضلا عن كونها محورا للأمن والاستقرار في المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تلقت الرؤى حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية. رئيس المجلس الأوروبي أعرب عن التقدير لجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدا أنها تعد نموذجا ناجحا في التعامل مع تلك التحديات. كما تطرق السيد ميشيل إلى أفاق التعاون الثلاثي مع مصر في مجالات التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث أشار السيد الرئيس في هذا الصدد إلى فرص توثيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إفريقيا، معربا سيادته عن استعداد مصر للانخراط مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مشروعات تنموية لتعزيز قدرات الدول الإفريقية. مهندس طارق الملا وزير البترول كان امبارح في أسيوط. أسيوط بتعمل فيها النهاردة مجمع لإنتاج البنزين. ليه في أسيوط؟ طب هي الدولة رايحة تعمل مجمع دي ليه في أسيوط؟ ده جزء من الصعيد. الصعيد النهاردة إن أنت البنزين عشان يروح عندنا الصعيد يجي لك من اسكندرية، يجي لك من القاهرة، يجي لك من السويس، يجي لك مش عارف منين، يعني اللي هي الأماكن اللي هي إنتاج البنزين. تخيل شوف عربيات بتاخد مسافات قد إيه؟ لا عايز حتى تودي لحد أسوان. بتمشي طول المسافات ديت؟ تكاليف قد إيه؟ ونهارده دولة لأ. في شركة أسيوط لتكرير بترول هنعمل المجمع ده. تعمل هذا المجمع بتكلف تقريبا 400 مليون تقريبا. في خلال سنتين من دلوقتي او ثلاث سنين من النهارده كل بنزين سولر احتياجات الصعيد بالكامل هتروح من اسيوط. يبقى انا وفرت حاجات قد ايه؟ بدل ما انقل من اقصى لاقصى، لا انا بنقل اهو مسافات قريبه. سوهاج 100 كيلو وهنا 300 كيلو وهكذا، او 300 كيلو اسوان 500 كيلو. فيعني بدل ما كنت اجي 1000 و1300 ولا 1000، لا بنقل النهارده مسافات وجنبك المنيا 140 ولا 150 كيلو كمان الناحيه الثانيه، الفيوم على بعد كام، الواحات او الوادي الجديد، يعني كله اصبح في منتصف الصعيد اقدر اعمل النقله دي، وبالتالي توفر حاجات كتير، والتالي كمان ان انا كل منطقه يبقى عندها احتياجاتها الكامله.
مبقاش ان انا منتظر عربيات تجيلي او فين العربيات لسه جايه، لا النهارده العربيات تبقى جنبك. يبقى ده شغل ايضا دوله بص عليه. الامر الثاني، انت داخل على تنميه في الصعيد وعامل هيئه لتنميه الصعيد، يبقى ما فيش حق مستثمر يجي النهارده الا لما يلاقي كل احتياجاته موجوده كمان، او ده جزء كمان من الدوله بصاله كمان خلال السنتين ثلاثه اللي جايين. محتاج احتياجاته بالكامل كل حاجه بما فيها حتى هو الوقود، سولار، بنزين، غيره وغيره، يبقى موجود كمان وجنبك في اسيوط. تعالوا نشوف هذا التقرير وتصريحات للمهندس طارق الملا وزير البترول، ثم فاصل وعود لحضرتكم. في زيارة تفقدية لعدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها بقطاع البترول، تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توسعات معمل تكرير البترول بأسيوط، والتي تشمل مشروع إنتاج البوتاجاز وخطوط نقل البوتاجاز لصعيد مصر، حيث أكد الوزير أن المشروع يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من الوقود لوجه قبلي دون الحاجة إلى نقله كما يتم في السابق. الحقيقة أنه هو مشروع مهم وبيكلف زي ما بقول في حدود 400 مليون دولار، والحقيقة أنه إحنا بيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال الشركات الوطنية، شركة بتروجيت وشركة إنبي، وهي الأذرع الفنية والأذرع التنفيذية لقطاع البترول المصري. وبالتالي احنا من ضمن الاتفاقيات دايما لما بنيجي نشتغل على مشروعات زي دي بيبقى فيها طبعا مكون أجنبي، لأنه بيبقى فيه معدات ومكونات بيتم استيرادها من الخارج، وأيضا بيبقى فيه جزء مكون محلي، والمكون المحلي بنوصل فيه في حدود 40%، وده بيعتبر رقم كويس جدا ان احنا نوصل لهذا القدر، وبنشتغل علشان نوصل هذه النسبة لأكثر من 50% في المشروعات القادمة ان شاء الله. واحنا الحقيقة بنقول انه بانتهاء مثل هذه المشروعات في العام المالي 22-23 هنستطيع ان احنا نلبي احتياجات السوق المحلي بالاستهلاك من خلال هذه المشروعات بدون ما نستورد بنزين او سولار من الخارج. هذا المشروع ضمن مشروع اكبر ان هو يعني دي وحده لانتاج البنزين العالي الاوكتين، وان شاء الله بيتم الاتفاق على بدايه مشروع تاني قبل نهايه هذا العام هنبتدي نشتغل فيه، هيقعد 3 سنين وهيوفر لنا كمان انتاج السولار. وبالتالي بانتهاء المشروعين دول سواء اللي احنا فيه النهارده بخلال الربع التاني من هذا العام، او المشروع اللي انا بتحدث عنه اللي هو التكسير الهيدروجيني لأسيوط في خلال 3 سنين، الاثنين دول مع بعض هيوفرنا كل انتاج احتياجات مدن الصعيد ووجه قبلي، بدل ما كنا بنجيب احتياجاتهم من القاهرة او من السويس او من وجه بحري، هيبقى احتياجاتهم البترولية سواء من البنزين او من السولار سيتم يعني استيفائها من خلال هذه المشروعات. وبالتالي هيبقى جزء مهم جدا في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية لمدن ومحافظات الوجه القبلي. وطبعا كما نعلم انه الاهتمام القيادة السياسية جدا بتنمية الوجه القبلي، واهم حاجة في اي مشروعات تنمية بيبقى اول حاجة بيطلبها اي مستثمر هو توفير الطاقة اللازمة، وبالتالي لما يكون موجود السولار اللي احنا محتاجينه والبنزين اللي احنا محتاجينه هيبقى عنصر اساسي لجذب المشروعات المختلفة. أنا لما بعظم إنتاج النفطة CCR في أسيوط هنا، يعني أنا بطلع النفطة نفسها، النفط اللي هي المادة الخام اللي هطلع منه جميع المنتجات البترولية، بنزين 92 أو 95 أو سولار أو ديزل أو مازوت، كل المنتجات دي فهتوفر عليا نقل تراكات، زائد إن هي هتنير الصعيد فعلا بالمنتجات البترولية. والأهم إن أنا أثناء التشغيل دلوقتي حاليا أو الكونستراكشن أو الإنشاء أنا بستخدم ريسورسز أو مصادر جميعا من أبناء الصعيد في الشغل. مجرد المشروع يكتمل ويشتغل، اللي هيشغل المشروع برضو من أبناء الصعيد، فأنا بفتح فرص عمل كتير لخط الصعيد وبوفر البنزين ونقله من الشمال لهنا. المشروع والذي يجرى تطويره لتلبية احتياجات السوق من الوقود تعمل على تنفيذه شركة إنبي بالتعاون مع شركة بتروجيت بإسناد من الهيئة العامة للبترول. احنا دورنا طبعا تابعين للهيئة وبنخلص مشاريع كتيرة للدولة هنا، وعلى مستوى يعني المشروعات اللي احنا عملناها المشروع ده كبير جدا يعني، وهيخدم على منطقة الصعيد كلها.
إنما تأتي زيارة وزير البترول لمعمل تكرير أسيوط في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير بهدف تأمين إمدادات الوقود لمحافظات الوجه القبلي ومواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، كذلك الحد من الكميات التي يتم استيرادها من الخارج من المنتجات البترولية. شمس الدين العربي لبرنامج على مسؤوليتي. يوم الجمعة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عمل حاجة محترمة جدا، بتقول الدولة المصرية ايه اللي بيحصل فيها. يعني صلى الجمعة وفي مسجد الفتح في القاهرة عابدين افتتاح، ثم راح اسكندرية في الكاتدرائية، وبعد الكاتدرائية راح كمان افتتح المعبد اليهودي. معبد اليهودي عشرات السنين تعرض، مئات السنين كمان تعرض لي يعني قصف أيام الحملة الفرنسية وإعادة ترميمه، ثم حصل تعرض لحاجات أخرى، يعني كان كده على زي ما بيقولوا كده على الأرض. استلمته شركة المقاولون العرب وبرئاسة مهندس محسن صلاح، وعادوا ترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية. كانت عايز أقول لكم الاحتفالية دي، المجتمع الدولي، مجتمع الدولي جالس هنا في مصر ما فيش اهتمام قوي أو في المنطقة العربية، ولكن المجتمع الدولي مهتم بهذا الحدث لدرجة انه واخدينه من اخبار الصفحات الاولى، الاعلام الدولي بيتكلم على الحكاية دي، انه مصر النهاردة بتفتتح معبد اليهودي في الاسكندرية. هو موضوع معبد اثري بالمناسبة، فده بيتعمل في يوم واحد، تكلم على مسجد، تكلم على كاتدرائية، بتتكلم على معبد. تعالوا نشوف وزير الاثار او السياحة والاثار في محافظة الاسكندرية وقال ايه كمان. في شارع النبي دانيال وسط مدينة الإسكندرية يغبع أحد أهم وأعرق المعابد اليهودية في مصر والشرق الأوسط، معبد النبي إلياهو، والذي تم إنشائه عام 1345، وبعد تعرضه للقصف من قبل الحملة الفرنسية على مصر أعيد بنائه مرة أخرى عام 1850 بتوجيه ومساهمة من أسرة محمد علي باشا، وشيد المعبد على الطراز البازلكي. وبعد أعمال ترميم وتطوير استمر قرابة العامين والنصف، افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المعبد وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسفراء. دورنا في وزارة السياحة والآثار هو الحفاظ والصيانة والترويج الآن بعد ما انضموا الوزارتين للآثار المصرية الفريدة. قلنا للعالم كله تعالوا شوفوا مصر، شوفوا التنوع اللي فيها، تعالوا في مصر عشان تزور في شارع واحد في نص ساعة مسجد المرسي أبو العباس وقلعة قايتباي والمتحف اليوناني الروماني إن شاء الله لما نفتتحه، ومتحف المجوهرات الرائع، ومتحف القومي، وكنيسة المرقصية، كاتدرائية المرقصية، والمعبد، وقصر المنتزه. مصر جميلة، مصر جميلة بشواطئها، مصر جميلة بأجمل ما فيها، وهو ناسها اللي هيفضلوا كلهم متماسكين زي ما كانوا متماسكين على مدار مئات السنين وألاف السنين، وده اللي حافظ مصر، وربنا دايما يحفظ مصر وتحيا مصر. شركة المقاولون العرب تصدت للمشروع بالكامل، حيث تضمنت أعمال مشروع الترميم، التدعيم الإنشائي للمبنى، والترميم المعماري الدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط المزخرفة، وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية، بالإضافة إلى تطوير نظام الإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار. هي الحقيقة زي ما قال معالي الوزير، هي هدية للعالم كله، مش بفئة معينة مختصة بيها، دي حاجة للتراث الإنساني كله. الحقيقة الدولة المصرية أثبتت فعلا إن كل الآثار وكل الحضارة الإنسانية اللي موجودة على أرضها بتعامل بنظرة واحدة ومن مسافة واحدة. الحقيقة الحمد لله إحنا دخلنا هذا المكان وهو أطلال، فعلا بكلمة أطلال، السقوف كلها كانت مهدمة، كل الأماكن كانت ما كانتش تقدر تفرق من معالمها،
الحمد لله احنا ادارات عندنا متخصصة في الدراسات وفي التصميمات وفي معالجة الآثار بجميع أنواعها سواء إسلامية أو فرعونية أو يهودية أو مسيحية. الحمد لله تعاملنا من خلال دراسات وتقنيات على أعلى مستوى، والحمد لله يمكن المبهر في هذا الموضوع هو مقارنة ما كان عليه والنهاردة الشكل القائم. Well, it's beyond my expectation. There are two important things that it shows the wealth of the Egyptian culture and civilization. We are very familiar with the pharaonic and Islamic culture, but you have also this Jewish and also just in front a splendid Christian heritage. So it shows the wealth of the Egyptian civilization. احنا قعدنا فوق 60 سنة ومحدش بيتكلم عننا. النهاردة بيتكلموا وبيعترفوا ان كان في يهود في مصر كانوا عايشين، هم اللي بنوا ده بأيادي مصرية بفلوس مصرية. ده أنا بالنسبة لي يوم عيد. وسط ما تعانيه المنطقة بأسرها من محاولات مستمرة لطمس الهويات والحروب والصراعات، تعيد الدولة المصرية الحياة إلى معبد النبي ياهو، أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية في الشرق الأوسط كله. هذا المعبد شديد الأهمية، يعد بمثابة هدية من مصر إلى العالم وإلى الحضارة الإنسانية بأسرها. أحمد بيومي لبرنامج على مسؤوليتي. رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير شريف سيف الدين استقبل مقر الهيئة النهاردة جيفري آدمز سفير بريطانيا لدى مصر والوفد المرافق له من السفارة البريطانية لبحث أطر التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية. أعرب وزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية في كلمته خلال اللقاء عن ترحابه بهذه الزيارة التي تأتي في هذا التوقيت لتدعيم مسيرة مكافحة الفساد والوقاية منه في مصر وبريطانيا، خاصة في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية البريطانية من تطور ملحوظ وتوافق للرؤى والأفكار في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتجت من خلال تبادل الزيارات الرسمية والوفود رفيعة المستوى بين البلدين. أكد الوزير شريف سيف الدين رئيس الرقابة الإدارية أن الرقابة حريصة على اتخاذ خطوات تنسيقية للتعاون مع كافة الدول، وتأتي المملكة المتحدة في مقدمتها لما تربطها من علاقات مع جمهورية مصر العربية وهو ما يستوجب تعزيزها، وأن محاربة الفساد تستلزم التكاتف من الجميع، حيث تم خلال اللقاء استعراض أبرز مجالات التعاون في الاستثمار، وذلك في ضوء مؤتمر الاستثمار البريطاني الإفريقي المزمع انعقاده في 20 من الشهر الجاري في بريطانيا. كما تم خلال اللقاء إلقاء الضوء على المهام التي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية في شتى مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه، والدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تدريب الكوادر العاملة بالتعاون مع كبرى الكيانات التعليمية سواء داخل مصر أو خارجها، ومنها الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في فيينا والمدرسة الوطنية للإدارة. وتم إلقاء الضوء على أنشطة التعاون الدولي ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع عدد من الدول على المستوى الإفريقي والعربي والدولي. تم أيضا خلال اللقاء استعراض الإسهامات التي حققتها الهيئة في مجال دعم الاستثمار بإزالة العقبات التي واجهت المستثمرين، ومنهم عدد من الشركات البريطانية العاملة في مصر، في ضوء زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، حيث تعد الاستثمارات البريطانية من أكبر الدول المستثمرة داخل مصر. واستعرض نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية التعاون الدولي مع بعض الدول الأجنبية في ضبط بعض الجرائم المنظمة خاصة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وما شاهدته من تنسيق مشترك مع الأجهزة المناظرة. من جانبه أعرب السفير البريطاني عن شكره وتقديره للدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية وأهمية اللقاء بالنسبة لبريطانيا، خاصة أنه يأتي
قبيل عقد المؤتمر ودراسة أوجه التعاون المزمع تحقيقه مستقبلا بين البلدين، والذي سيكون تطويرا للعلاقة بين هيئة الرقابة الإدارية في مصر والمؤسسات التي تناظر مهام عملها في بريطانيا. النهارده كمان في نشاط لوزارة الداخلية على مدى الأسبوع الماضي. كافة أجهزة وزارة الداخلية، الأمن الجنائي، المعلومات، الأموال العامة، المخدرات، مواجهة الجريمة بشتى صورها، تقرير لنشاط وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمني. ففي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 259,750 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 42,480 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و472 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. في مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3,080 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية والإتجار فيها ومخالفات الشركات السياحية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 7,278 قضية تمونية متنوعة، من بينها 60 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5,077 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 685,395 جنيها، وضبط 17 قضية مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 127,665 لتر مواد بترولية، إضافة إلى ضبط 7,201 قضية تمونية بمضبوطات وزنت 986 طن و135 كيلو سلع غذائية وتموينية، من بينها قرابة 251 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و45 طن و105 كيلو سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 60,766 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 45,350,410 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 942 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت 2,811,634,810 جنيها، ومليونين وتسعمائة وتسعة واربعين ألفا وثمانمائة وثماني وخمسين عملات أجنبية مختلفة. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكرة إن شاء الله يشرفنا اللواء دكتور سمير فرج المناورة قادر 2020. هو احنا بنعمل ايه؟ هو جيشنا العظيم بيعمل ايه؟ جيشنا قادر. تصبحوا على خير. علي جاليها واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، اصل ناسها ولاد حلال مصر على رأي اللي
ربنا اللي حميها وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل